فترة صباحية جديدة عبر شاشة قناة مساواة الفضائية، وصباحنا وصباحكم غير. يسعد صباحك دوريت. صباح الخيرات لك وأيضا المشاهدين. شو بانتظارنا لهذا الصباح؟ منتابع سوا. تسييس الإعلام، هل هنالك وسيلة إعلامية بدون أجندة؟ وجبات الأكل السريع بمذاق التلوث، ما هو تأثير التلوث الغذائي على صحتنا؟ التضارب في تربية أطفالنا ما بين تربية الوالدين والجدين. واللاصقة الإلكترونية الذكية، ابتكار جديد للباحث الدكتور محمد خطيب يكشف عن خصائص فيزيولوجية تتعلق بحياة وصحة الإنسان. سلمى والسري هو إنتاج درامي فلسطيني جديد ورح نتحدث عنه في صباحنا غير. من عروس البحر حيفا، صباحنا غير حلقة جديدة، السابع من شباط فبراير 2019. وصباح الخير وين ما كنتم. نبتدئ هذا الصباح مثل كل صباح مع تفاصيل الأخبار. تفاصيل الأخبار ريد وريد، ومرور سريع على أبرز العناوين الإخبارية. وخبرنا الأول، حول مسرع شابة وإصابة 7 آخرين بحادث طرق في منطقة الغور. الحادث وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة لنقل العمال، وبحسب المعلومات الأولية فإن 4 أشخاص من بين المصابين في حالة خطيرة، كما يشار إلى أن الحادث وقع ما بين سيارة إسرائيلية وأخرى فلسطينية. إلى الناصرة ننتقل، والحديث هنا عن وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الإنجليزي، وذلك بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج. الوقفة الاحتجاجية جرت ضد هذه الظاهرة الآخذة في الازدياد أمام مدخل الطوارئ في المستشفى. من الجليل إلى مدينة القدس، حيث اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى المبارك، وأقامت المجموعات صلوات وشعائر تلمودية علنية في منطقة باب الرحمة وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال التي تمنع المصلين وحتى حراس المسجد بالاقتراب من المنطقة تحت طائلة الاعتقال والابتعاد عن المسجد. في سياق متصل، اعتدى مستوطنون على موقع أثري واقع جنوب قرية جالود قرب مدينة نابلس، كما أن صوراً حديثة أظهرت قيام المستوطنين باقتلاع عشرات أشجار الزيتون والتين واللوز التي كانت مزروعة في الموقع، فضلاً عن تجريف مساحات من الأرض وتحويلها إلى مناطق أو مواقع لتنظيم احتفالاتهم ومناسباتهم. ننتقل إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي قال فيها إنه لا يوجد من ينوب عن الفلسطينيين في التفاوض بشأن القضية الفلسطينية وصنع السلام، مؤكداً أن إطلاق مؤتمر دولي للسلام هو الطريق الوحيد للمضي قدماً في عملية سياسية، ملوحاً بعدم مشاركة الفلسطينيين في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساساً له. من هاي الأخبار ومن أبرز العناوين اللي تناولتها أيضاً الأخبار في 24 ساعة الأخيرة، ننتقل إلى عناوين الصحف دوريد، والعنوان الأول من أين ومن أي صحيفة؟ إحنا بالبداية رح نأخذ من موقع بكرة الإخباري المحلي، والذي يقول نتائج أولية لانتخابات الليكود في تصريح، والقرة وحازن وجليك خارج القائمة. وفي التفاصيل، يفيد الموقع بأن النتائج الأولية للانتخابات الداخلية في الليكود أسفر عن فوز نتنياهو بالمكان الأول في القائمة، وعن خروج عدد من النواب الحاليين أبرزهم أيوب القرة، أورن حازن، يهودا جليك وعنات باركو. وإلى صحيفة هآرس وعنوان آخر، حزب عبادة الشخصية. الصحيفة قالت أن الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود تعبر عن نوع من الديمقراطية الداخلية في الأحزاب الإسرائيلية آخذ في الاندثار، فإلى جانب الحزب الحاكم فإن العمل وميرتس فقط ينتخبون مرشحيهم بتصويت واسع المشاركة، كل الباقين يكتفون بالانتخاب في مؤسسات ضيقة. نعم. في وكالة وفاء الفلسطينية وتصريح لأبو رديني، يقول فيه لا سلام دون القدس والقيادة الفلسطينية هي العنوان. إذن في تصريحات نقلتها الوكالة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رديني إن أي خطبة سلام لن يكتب لها النجاح بغياب الجانب الفلسطيني، سواء عرضت في وارسو أو أي مكان آخر.
إلى عنوان آخر، وهاي المرة كمان باقيين في الصحافة الفلسطينية. نعم. تحديدا من صحيفة القدس، الحديث هنا عن اختراط بالهدم في العيسوية. الصحيفة أكدت أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس سلمت اختارات هدم جديدة، اختارات هدم لمنازل مواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وذلك كالعادي بحجة البناء دون ترخيص. نعم كالعادي بالضبط. أما الآن عفاف إلى الصحف العربية وبالتحديد إلى رأي اليوم الإلكترونية، وعنوان يقول إن إسرائيل وضعت يدها على الغالبية الساحقة من المقدسات الإسلامية والمسيحية لإزالتها عن الوجود. نتحدث هنا عن خطة لتحويل مسجد البحر بطبرية لكنيسة يهودي أو متحف. الصحيفة نقلت تصريحات رئيس المتابعة محمد بركي الذي زار المسجد، وقال إنه من الواضح من الأعمال الجارية أن الحديث لا يجري عن تنظيف المكان المحظور دخول أصحابه المسلمين إليه، وإنما لتنفيذ مشروع آخر لا يبقيه على كونه مسجدا ومكانا مقدسا مزيد ومزيد من الانتهاكات. وللأسف سنقول كلمة متعودون معتادون. صحيح، هذا نعم. الجزء الخطير في الموضوع. في صحيفة القدس العربي أيضا عنوان آخر، إسرائيل تمدد فرض السرية على وثائق دير ياسين وكفر قاسم، وهي مواضيع اللي احنا تناولناها بصباحنا غير سابقا. الصحيفة كتبت أنه برغم مرور 7 عقود ونيف على نكبة عام 1948، ما زالت إسرائيل التي قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني تخشى الكشف عن الصور الحقيقية لما ارتكبته الصهيونية بحق الفلسطينيين من قتل وتهجير وجرائم أخرى. في القدس العربي أيضا، إسرائيل تطلق سفارة افتراضية على تويتر للحوار مع الخليج، وتقول هذه الصحيفة أن إسرائيل أعلنت إطلاق ما أسمته بسفارة افتراضية لها في الخليج في ظل ما تعتبره تقاربا كبيرا بدأ ينمو مؤخرا مع دول عربية. طيب نعم. هذا شوي كمان برجع بخدنا هيك لكل موضوع اللي كتير بنطرحه دايما زي قوة الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يمكن بس فعلا إنه ممكن يصير يعني سفارة افتراضية لهي الدرجة؟ بتوقع انه ممكن يصير، حتى مش افتراضية، ممكن انه يكون الاشي اكثر قريب على نعم. ارض الواقع. طيب احنا تحدثنا وتناولنا موضوع دوريد الاعتداء على الطواقم الطبية. مزبوط. مش عم نحكي عن الاعتداء في الميدان من قبل قوات الاحتلال او الشرطة، مع الاسف عم نحكي على شكل من اشكال العنف. موضوع الاعتداء على طبيب يزاول مهنته يمارس هاي الرسالة المقدسة والرسالة الهامة. حكينا انه كان في وقفة احتجاجية يوم امس في مستشفى الناصرة الانجليزي. للحديث اكثر عن هذا الموضوع وعن الحادثة اللي صارت ينضم الينا عبر الخط الهاتفي الدكتور منذر حكيم، رئيس نقابة الاطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي. يسعد صباحك دكتور منذر. صباح النور، اهلين. أهلا بك، صباح الخير لحضرتك. أوكي، قبل ما نسمع تفاصيل المظاهرة نسمع من حضرتك اليقين، الخبر اليقين، كيف بدأت هذه المناوشات؟ كيف تم الاعتداء على هذا الطبيب؟ أو أنه أكثر من طبيب؟ أو هذه الحالة متكررة؟ ومن من دكتور؟ أخي هاي طبعا مش أول حالة ولا راح تكون أول حالة للأسف وآخر حالة للأسف الشديد. يوم الجمعة الماضي تم الاعتداء على أحد الأطباء من أحد المواطنين. ما بدي أفوت في تفاصيل الحادثة لأنه بديش أذكر أسماء ولا بدي أذكر أي شغل من هذا الشيء، لأنه حفاظا على خصوصيات الناس. فطبيب أكثر من 30 سنة في المستشفى، متخصص، عنده اسم ممتاز في البلد، اللي اعتدوا عليه بالضرب. فبالنسبة لنا هذا كان الإشي خط أحمر كليا. من الواجب أنه نطلق صرختنا اليوم امبارح ضد أعمال العنف في شكل عام وضد أعمال العنف في المؤسسة. وهي وقفة ضرورية الدكتور، وهي يعني خطوة مفصلية لما بنتحدث عن طاقم طبي في مستشفى. وإحنا ذكرنا يعني اليوم الأطباء الممرضين والممرضات هن موجودين لخدمة الجمهور وعم بيزاولوا هاي المهنة اللي تحمل في يعني طياطة الكثير من العمل المقدس والإنساني. سؤالي لحضرتك يعني ما بعد هاي الوقفة أيضا كنقابة أطباء في البلاد وليس فقط في مستشفى الناصرة الإنجليزي، هل في خطوات أخرى؟ لأنه هاي مش الحادثة الأولى مع أننا نتمنى أن تكون الأخيرة. طبعا هنالك خطوات، إحنا حسب وزارة الصحة، لأنه الوضع مقلب في البلاد عامة من قضية العنف وخاصة ضد الطواقم الطبية.
فمن سنتين من ثلاث سنين فوزارة الصحة أطلعت برنامج وإحنا جزء من البرنامج هذا، ففي لجان في كل المستشفيات اللي هي تعني لتقليص العنف ضد الطواقم الطبية، في برنامج عمل، في ورشات عمل تحصل من نكشف الموضوع على الطواقم تبعتنا، من ممرضين، من ممرضات، من موظفين استقبال، من أطباء، كيف نتعامل مع الناس، كيف نخفف من حدة التوتر عند المواطن، الشخص اللي بيجي على الطوارئ، وخاصة هاي المشاكل بنلاحظها أكثر في قسم الطوارئ، لما الشخص بده ينتظر فترة للفحص، بده ينتظر ليأخذ الجواب عن الفحوصات اللي بيعملها، وأحيانا يتم تأخير الموضوع هذا، تأجيل الموضوع هذا ناتج عن الضغط اللي موجود في أقسام الطوارئ، وكلياتنا بنسمع عنه، فهذا بسبب ضغط نفسي عند بعض الناس، البعض بتقبله، البعض بتقبله بالشكل اللازم، فينتج عن ذلك العنف اللي موجود، إذا كان عنف كلامي ولا عنف جسدي. فإحنا في عنا خطة كاملة متكاملة بلشنا فيها من سنة، اللي الطواقم تبعونا كلياتها بتمر في الورشات هاي، وإحنا من ناحيتنا بنحاول من عنا نخفف الأخطاء اللي ممكن تنتج عنا، اللي تكون هي مسبب في إنه الناس تكون شوي صغيرة غير راضية ولا تلجأ للعنف. نعم دكتور، أخيرا نسألك أو نطلب منك رسالة للجمهور العام أو أصحاب التخصصات أو المتهمين، حتى المتهمين مستقبلا إذا بدك تسميها. أنا بدي أتوجه للناس، إحنا أغلب ناسنا هني مناح، أغلب ناسنا بتعاملوا معنا بشكل ممتاز، في كل قليلة من الناس اللي بتعاملوا بالشكل الغير صحيح. بس قضية العنف في مجتمعنا، إحنا يعني كلياتنا بنسمع كل يوم قديش في عنف في الشارع، قديش في عنف في المدارس، قديش في عنف في البيوت. بدناش نضلنا نقول إنه المؤسسة هي السبب في هذا، السبب يكمن عنا، ببلش من داخل البيت، من المدرسة، من الشارع. أنا بدي أدعو كل الجهات المعنية بهذا الأمر، من بلديات، من مجالس محلية، من مجتمع مدني، من كنائس، من جوامع، من إيش بدي أقول لك كمان، إنه يكون في نوع من التثقيف، أطفالنا أولادنا مثقفين على السمع، يسمعوا، يحاوروا، ما يلجأوا لطريقة العنف، لأنه اليوم لغة العنف هي اللي مسيطرة بالشارع. صحيح. اليوم تقدرش يعني تأخذنيش بالناصرة، بتقدرش تضمر لولد عمره 16 سنة بسيارتك، بنزل بسب عليك. صح، بيكون في عواقب عليك. مظبوط، يعني في إشكالية معينة، وهذا الإشي ببدأ من البيت. بعدنا عمالنا منشوف نتائج انتخابات السلطات المحلية، نص بلد تهجم على نص بلد تاني. صحيح. ومتفجرات، يعني لوين نوصل؟ الله أعلم لوين نوصل. إذا هذا الوضع بضل مستمر على هذا الشكل، إحنا للهاوي. فالإشي لازم يبدأ من البيت، لازم يبدأ من المدرسة، لازم تخصيص حصص دراسية للتوعية على إنه في، إحنا كلاتنا مش نفس الشيء، ما بنفكر كلاتنا نفس الشيء، في اختلاف في الرأي، الحوار هي يعني لغتنا لازم تكون لغة الحوار. أنا طبيب مظبوط، بس أنا إنسان زي إنسان تاني، ممكن أخطئ حتى في تعاملي، حتى في تصرفي، حتى في يمكن أمراض في تشخيص مرض، بس مش معناته إنه أنا أكون معرض للعنف. صحيح. هذا الإشي مرفوض كليا. صحيح، مرفوض بشكلا ومضمونا دكتور، وإحنا نتفق مع حضرتك أنه يعني هذا جزء من المشهد العام للعنف في البلاد. حضرتك ذكرت الموضوع يعني بإيجاز، ودعيت المشاهدين أو جمهورنا اللي بتوجه للمؤسسات الطبية بالتحلي بالصبر، وأيضا في بيانك وفي مستشفى الناصر الإنجليزي ذكرت هذا الموضوع. بكلمة أخيرة بإذنك بحب نتوقف مجددا عنده من منطلق دكتور منذر، أنه يعني اليوم مجال الصحة الجماهيرية وأيضا المستشفيات الخاصة كمان تعاني من موضوع ربما قلة الملكات والاكتظاظ في التوجه، وهذا مش موضوعنا، ولكن كمان مش عم ببرر بالجانب الآخر يعني أعمال العنف على الطواقم الطبية، بس بحب مجددا عبر منبر صباحنا غير توجه رسالة قديش مهم أنه نتحلى بالصبر في حين عندنا شخص عزيز أو إحنا بنفسنا موجودين في مؤسسة طبية.
طبعا لا شك إذا كانت المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الملكات، فبالأحرى كم نحن نعاني من نقص. إحنا مستشفانا هو صحيح مستشفى خاص، ولكن يعمل في إطار أو في الإطار العام. إحنا بنستقبل كل صناديق المرضى، بنشتغل كأي مستشفى عام في البلاد، فمنعاني أضعاف ما يعانيه المستشفيات الأخرى. لا في عنا دعم من الحكومة ولا في عنا دعم من الدولة، لا منتعاملش زي ما بتعاملوا مع المستشفيات الحكومية، فوضعنا أسوأ بكثير. فأنا بطلب من الجمهور أنه يتحلى بالصبر. إحنا بنحاول نعطي الماكسيموم اللي عنا. خيرة أطبائنا موجودين عنا، في ناس صدقيني الجيل الجديد اللي عم بيجي وبده يعطي لمجتمعه، اللي ترك كل شيء من وراء وترك أماكن عمل أفضل بكتير وعنده شروط عمل أفضل بكتير وقرر أنه يجي على مستشفى الناصري حتى يخدم مجتمعه. فأعطونا الإمكانية أن نعطي قديش منقدر من عنا، ويكون عندهم بس طولة بال ويروقوا علينا. تعرفي شو ما بدناش يقولوا شكرا يا عمي، بس ما يسبوناش، ما يسبونا. نعم دكتور، أيضا بالإضافة للي تفضلت فيه، هل بدورنا ودوركم طبعا ندعي المستشفيات الإضافية اللي تأخذ على مسؤوليتها أو حتى على عاتقها كل هذا اللي عم نحاول بالضبط اللي نحاول نطرحه؟ طبعا هذا موضوع هو لا يخص مستشفى مصر لوحده، يعني التهجمات والاعتداءات في كل أماكن العمل، إذا كان في صناديق المرضى، إذا كان في مستشفيات. ف إذا ما اشتغلناش بإيد واحد ومع بعض مش رح نوصل للهدف في النهاية. فأنا بدعو الكل إنه نتكافف مع بعض من أجل نحط حد لهاي الظاهرة، ونقلل أكثر ما يمكن من ظواهر العنف في المستشفى يعني. إن شاء الله. نعم دكتور منذر حكيم، رئيس نقابة الأطباء في مستشفى الناصرة الإنجليزي، كنت معنا عبر خط الهاتف، شكرا لكم جزيل الشكر. نعم وننتقل إلى موضوع مغاير تماما بخصوص الفن وأيضا خصيصا الإعلام إن أردت على مستوى السياسي ودخولها بالفن، وهذا الموضوع كثير ذكرناه ولا بد أنه نطرح سؤال، هل الإعلام هو مسيس؟ هل هو صاحب أجندة؟ هل هو صاحب تاريخ؟ كيف نتعامل معه؟ صحيح، وهذا هو المحور الأساسي عن تسييس الإعلام. قديش خطير، قديش بضرب هاي المقولة أو هاي الفكرة بتضرب يعني جملة إنه الإعلام المفروض يكون محايد والمفروض يكون موضوعي. والسؤال اللي حكى عنه دوريد، قديش بالإمكان إنه يكون في وسيلة إعلامية بدون أجندة؟ بالضبط، يعني في السابق كنا دائما نسمع إنه الوسائل الإعلام يعني هيك كان يروج للمشاهد أو للجمهور العام إنه الصحفي أو الإعلام المفروض يكون محايد، لكن لأي درجة هو فعلا بهذه الخانة وتحت هذه القبعة؟ هذا السؤال للكاتب والصحفي رامي يونس. صباح الخير لك. أنا صباح الخير. صباح الفل. كيف الحال؟ فهل فعلا هاي أكبر كذبة بالتاريخ؟ أكبر كذبة ومن زمان رامي. صحيح أنت بني آدم ممكن تكون محايد؟ لا، الصحفي مش بني آدم. يعني الصحفي بالآخر لما هو موجود وبدو يروي قصة بصورة معينة إلا يكون له رأي على الموضوع. صحيح. إذا بيكون له رأي على الموضوع معناته هو مش بني آدم. فهاي من الكذب تعال نقول الكبيرة تاعت بالضبط. في شيء اسمه صحافة اللي هي حيادية، في صحافة اللي تدعي انه هي حيادية، وانما احنا اليوم بعصر الانترنت بعصر الكم الهائل تبع الميديا اوتلتس الموجود اليوم بالعالم نعرف انه في شيء زي هيك اسمه حيادي. صحيح. في الصحافة التقليدية ما يسمى بلغة الصحافة الاكسس جورناليزم اللي هي الميديا اوتلتس الكبيرة اللي نعرفها كلياتنا، الجزيرة، البي بي سي، سي ان ان، هذول بدعوا انهم حياديين، هذول بدعوا انهم جايين يحكوا القصه، جايين يحكوا كل القصه انه وما بحكوش لحدا، يعني they don't report to anyone يعني. أوكي. بما معناه يعني اذا نتحدث مثلا على فوكس نيوز، بي بي سي او اي قناه اخباريه عالميه، الا ما تكون واحده منها واحده تابعه، اذا نتحدث بس امريكا اوكي بدون ما نحط راينا في الموضوع، عم نطرح رح نيجي لهون كمان شوي بكل تاكيد طبعا، لكن ممكن يكون تابع للحزب الجمهوري او للحزب الديمقراطي، في هيك اجندات بهذا المستوى؟ بالحاله تاعت فوكس نيوز، فوكس نيوز هي حاله استثنائيه، لانه بالحاله تاعت فوكس نيوز معروف من هي وشو هي. أوكي. فوكس نيوز هي محطه دعائيه، هي مش محطه اخبار. فالحاله تاعتها شوي بتختلف، بينما اذا بنطلع على وسائل اعلام ثانيه بامريكا، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، سي ان ان، هذول هم الاكسس جورناليزم التقليدي اللي احنا بنعرفه،
وهدول مش حياديين. هلا اذا بدنا نيجي لمثال اكثر للداخل هنا والاعلام الموجود بالداخل، تعال نقول مثال اكثر ملحوظ الكل بنتبه له، تعال نطلع جريده هارتس لنفرض على صحيفه هارتس. هارتس تدعي انها جريده حياديه يساريه، ايضا يساريه تيجي بتقول لك اوكي احنا حياديين، احنا بنعرف انه في احتلال، في حصار على غزه، هاي اشياء مش منيحه، هاي اشياء ما بدنا اياها، ولكن بالمقابل بروح الحياديه هاي تاعتنا احنا كمان ننتقد الطرف الثاني. فساعتها المقاومه الفلسطينيه بتصير بهارتس اي بني ادم بيعمل اي اكت تبع مقاومه يسمى بمخرب، يسمى بمخبل. فهاي شغلات اللي اللي اللي, اللي هي خطره اللغه. لما انت بتدعي انه انت حيادي اهون لك انك تقنع الناس باستعمال لغه معينه. صحيح. عشان هيك احنا بنشوف انه هون بالداخل نطلع كيف اليهود بيحكوا معنا، اي بني ادم اللي بعارض الاحتلال بصير اوتوماتيكلي مخرب. صحيح. بصير يقولوا مخبل. اي بني ادم بدعم مقاطعه اسرائيل بصير مخرب. فانا باجي بقول شيء اليوم يعني معصر الانترنت، تعال نقول باخر 15 20 سنه المفاهيم بلشت تتغير شوي، دخل على مجال الاعلام ما يسمى بالاكتيفست جورناليزم، الصحافه اللي هي ناشطه اكثر سياسيا. انا كصحفي باجي بقول حبيبي انا مش محايد، انا الكذبه هاي مش ماشي عليها. أوكي. انا واضح وصريح وشفاف، انا مش محايد، انا يا مع هيك انا يا مع هيك. طيب انا لما باجي احكي قصه، لما انت عفاف وانت ودريد عارفين انه انا بحكي القصه من محل معين، انتوا لما بتقرؤوني بتكونوا تشككوا. أوكي. بالنوايا تاعتي، صح؟ فانا كصحفي لما بكتب بكتب بصوره اللي تقنعكم. يعني انا مبلش من محل اللي انا عارف من الاصل انه اصعب بس لي. مش رح تقدر تقنع الكل، لانه بدك عامل بدك التعاطف عمليا عشان تقدر انه القارئ او المشاهد يتعاطف معك، فبالتالي مش رح تقدر ترضي الجميع. ولكن بالمقابل كمان انا بدي التعاطف تبع الناس اللي انا بحكي عليهم، لانه اذا انا فيش عندي ثقه الناس اللي انا بحكي عليهم، الناس اللي انا بحكي قصصهم، انا ما بقدر يعني فيش اي معنى للاكتيفست جورناليزم. مش بقولكم مثال كثير كثير بسيط، اذا بنطلع على الصحافه الاسرائيليه بايام الانتفاضه الاولى بنشوف انه الصور تاعت المتظاهرين تاعت الملثم الفلسطيني التاريخي شريح. من قدام دائما كانوا يصوروهم من قدام للشباب اللي كانوا يزتوا حجار، وكانوا هاي شو معنى كانوا يصوروهم من قدام، يعني المصورين كانوا يوقفوا مع الجيش او مع الشرطه. طبعا صح هو اذا بنطلع على الصور اللي بلشت تظهر على الاعلام اكثر بعد الانتفاضه الثانيه، وخصوصا بمواقع زي موقعنا سيخه ميكوميتا، موقع 972 ماجازين، الكترونيك انتفاضه انجاز الى اخره، الصور المتظاهرين الفلسطينيه صاروا يبينوا من الظهر. شو معنى لما المتظاهر الفلسطيني ببين من ظهره؟ معناته انا الصحفي والمصور انا واقف مع الفلسطيني، انا واقف بقلب المظاهره وهو مخليني انا اضل معاه لانه هو بثق فيه وهو عارف ان انا بحكي قصته. فانا لما بحكي قصته كمان للطرف الثاني وكمان للامريكاني، بينما حكيت قصته للاسرائيلي بينما حكيت قصته للامريكاني، انا باجي بقول حبيبي انا فلسطيني وانا ضد الاحتلال. وستيل هاي الصحافه. اوكي رامي، انت حكيت اعطيت كثير نماذج حلوه على ارض الواقع اللي بتوضح الفكره، وانطيت كمان نفسك كنموذج، قلت انا واضح وصريح، انا مش محايد، انا مع قضيتي الفلسطينيه. سؤالي لك لما بنحكي على مستوى صور مفردات وكل هذا الموضوع وبالوسائل اللي هي مش معترف ضمنهم، بتقول انا محايده، قديش في وعي من المتلقي يقدر يميز؟ ما في ما في لازم، وهذا الخطير لانه بيشتغل على اللاوعي. بيشتغل على اللاوعي بالضبط بالضبط بالضبط، حطيت اصبعك على النقطه اللي هي خطره، اللي هي خطره. يعني احدى الاشياء اللي انا بوسيله الاعلام تاعتنا موقع سيخه ميكوميت، هو موقع باللغه العبريه، انا باجي بقول انا موقع لا صهيوني، انتي صهيوني، حتى ضد الاحتلال الى اخره، مع حقوق الفلسطينيين الى اخره. من اول ما اسسنا الموقع واحنا دايرين بالنا انه ولا اي كاتب، حتى او كاتب اللي كان ضيف يعني مش من الطاقم تبعنا، يستعمل طريقه الحكي، اللغه اللي بيستعملها الاعلام الاسرائيلي وكمان الاعلام الاسرائيلي اليساري. بطل في شيء اسمه نفرض ما يسمى باسرين بدخونين، اسرى امنيين، اسرى امنيين، في شيء اسمه اسرى امني، هاي اختراع تبعهم هم تبع الاسرائيليين، فاحنا بنقول اسرى سياسيين. صحيح. فهاي الشغلات قديش تحكيها اكثر 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 ممكن تمسك. حاليا الوضع الحالي انه احنا الوحيدين اللي بنعملها، ولكن لقدام على الامل الامور رح تتغير. في كمان نقطه اخيره كنت بدي اضيفها، مرات الاكتيفست جورناليزم بتاثر على الاكسس جورناليزم. وقت ما بلشت مسيرات العوده بغزه، على الاعلام الاسرائيلي ما يسمى الاعلام الاسرائيلي المحايد كان يقولوا انه هاي هي مسيرات، يعني بلغتهم، انا بستعمل لغتهم حاليا، هاي مسيرات ارهاب، هاي مسيرات حماس، هاي مسيرات ابصر شو. جينا احنا عملنا مقابله مع النشطاء اللي بلشوا مسيرات العوده، والله اكتشفنا انهم 20 شاب وصبيه اللي هم اصلا جزءهم الكبير يساري، بس اثنين معهم ينتموا سياسيا لحماس،
فضلنا نكشف كذبة ما يسمى بالأكسس جورناليزم الصحافة التقليدية الإسرائيلية. شو صار بعد ما احنا ورجينا مين هذول الناس؟ تغيرت اللغة بالإعلام الإسرائيلي. مرة واحدة صحيفة هآرتس بتروح بتعمل مقابلات معهم. مرة يعني حتى الصحيفة المفروض كان الأصل تعمل مقابلات معهم بس انضمت للموجة الإعلامية ضد المسير وصارت كمان نسميها بينها مسيرة حماس. ما عملت شغلها بالأول ولكن عملت شغلها بعد ما شافت إنه إحنا عمنا بنعمل الشغل هذا. ففي محل أمل. في محل أمل. نعم. بدك تضيف ولا أضيف؟ بدك بدي أضيف إشي كنت طبعًا. على عالمياً على الحلقة الأوسع إذا عندك طبعًا. إشي على القضية الفلسطينية أو الصراع الإسرائيلي. يعني هو بالأساس بالضبط اللي كان بتفضل فيه على سحاب كوميت يعني هذا المنبر اللي هو مش صهيوني لكن بتحدث فيه اللغة العبرية. بدي أسألك على أهمية وبعيداً عن البي دي إس وبعيداً عن حركة المقاطعة على مستوى فكري وأيضاً على مستوى سياسي مع أنهم بتخلطوا 100% مع بعض أكيد لكن شو أصيغة هيك أهمية وجود العربي بالصحف العبرية أو في الإعلام العبري كمنبر لرفع صوت العربي ومش أنك أنت تعادي كل ما تدخل في هذا في هذا المنبر أنا كيف ما أنا بشوف دوري بالإعلام العبري هو إنه أورجي عرب تانين إنه في إمكانية كمان إنهم يحكوا اللي هم بيفكروا فيه ويواجهوا الطرف التاني من غير خوف. أنا من ناحيتي إحنا لازم نرفع سقف الحكي تبعنا الحوار تبعنا. إحنا لما نحكي معهم كتير منا لسه عايشين بالمحل هذا تبع الخوف. مش حاجة الخوف، إحنا قضيتنا عادلة، قضيتنا عادلة جدا يعني. فلما إحنا بنستعمل بملعبهم البيتي بنيجي بنكتب بالعبري الأشياء اللي إحنا بنفكر فيها هاي كمان هي بمحل معين وسيلة للنظام. بس مش الكل بسمح لك وأنت عارف هذا الإشي يعني إنه أيات حد يجي يطلع بالبرايم تايم بأيات قناة إسرائيلية وتحكي اللي بدك إياه وصارت معك على فكرة كثير من المرات ما كانوا يسكتوك رامي. لحسن حظي أنا مش واحد اللي بسكت فأنا بعض الصعب. حتى كنت رامي بعرف أزعبر المهم ما لازم ولكن زي أنت نقطة مهمة هاي أنا شخصيا بختار المحلات اللي أروح عليها. ما بروح على محلات اللي فيها يكون في مواجهه مع بني ادم صهيوني فاشي. ليش؟ ليش يعني انا ما بجادل انا من جيل 18 مكررها يعني مع اني بكتب العبري شو بسمع بضحك بس ولكن ما بجادل الصهايني ما بجادل بني ادم اللي دماغه مغسول يعني انا مش رح يفهم عليك فانا مش رح يفهم علي مش بس رح انا بهاي الحاله رح استغل رح يجيبوني كالعربي مش رح يجيبوني كرامي يجيبوني كالعربي بس اذا في محل اللي بعطي الاحترام اللي بيطلع عليك كفرد كانديفيديوال بيجي بده يسمع رايك يعني حتى لو واجهك حتى لو قاطعك وانت تحكي صدقني في كفايه فلسطينيين اللي بيعرفوا يطلعوا الاعلام الاسرائيلي وما يسكتوش صحيح يعني. اوكي صحيح وافق. طب رامي هذا بما انه احنا عم نحكي على تسييس الاعلام ككل انت كمان في بدايه الحديث ذكرنا الإشي عالميا وانه وسائل عالميه اخباريه وكالات انباء بدي اسالك كمان على نموذج من الحلقه الاكبر بالعالم يعني كل موضوع الاسلاموفوبيا تشويه صوره الاسلام قديش كمان فكره تسييس الاعلام والاعلام الموجه كمان لعب دور هون يعني مش بس بالقضيه الفلسطينيه الاسرائيليه بتسألي على الإسلاموفوبيا عالمياً عم بحكي تسييس وسائل الإعلام قديش كمان هون لعب دور عالمياً تسييس وسائل الإعلام إحنا بنعرف شغلة واحدة العنصرية بتخدم أجندات معينة وبتخدم اليمين وبتخدم عالة الحكومات اليمينية والحكومات المتطرفة بكل دولة بالعالم بتشوفي إنه مش بكل دول بالعالم ولكن بمعظم الدول بالعالم بتشوف إنه الميديا أوتلت الرئيسي بنحكي على دول اللي فيها في حكومات يمينية وحكومات متطرفة إن كان دونالد ترامب بالولايات المتحدة مش صدفة إنه فوكس نيوز الريتنج تبع فوكس نيوز بالسنوات الأخيرة عالي جدا يعني الإشي متزامن بصورة كتير واضحة فوكس نيوز بآخر سنتين ثلاثة الريتنج تبعهم عماله بعلى ترامب صار رئيس أمريكا. إذا بنطلع على الوضع بهنغاريا نفس الإشي. بنشوف إن هناك الصحافة المينستريم بهنغاريا وين ما في رئيس حكومة جدا متطرف اللي هو برب الإسلاموفوبيا. بنشوف إنه هو كمان يتغذى من الإعلام المركزي. أوكي. اللي بروج لهي الشغلات. تعال ندخل بالجانب المادي للمؤسسات والأجسام الكبيرة كيف المال ممكن يسيطر وممكن يشتري عقول حتى كيف بتشوف هذا المنحة يعني إحنا هون بنحكي تعرف أنت موجود بالداخل هون وفي عندك أكتر للأسف أكتر صحيفة بكرؤوها اليوم هي إسرائيل اليوم اللي هي بإيدين شيلدون إدلسون أبو الكازينو من لاس فيغاس ونتنياهو اللي حط القرار أنه توزع بالمجان أم قبل هيك كيف طبعا
انحكت بالستينات وكمان انحكت من الجانب الآخر. مالكولم إكس اللي هو الرابر بنظري الكاتب الكاتب والقيادة العظيمة من حركة حقوق المواطن بأمريكا بالستينات حكاها. تعال البني آدم أسس اليسار الشامل اللي احنا بنعرفه اليوم. البني آدم هذا حكاها بالستينات، قال اللي بيسيطر بالإعلام رح يسيطر بعقول الناس. مزبوط. اليسار ما تبنى هذا الإشي، اليسار الحقيقي عمالي بحكي، مش أي حدا بيسمى حاله يسار زي اليسار الصهيوني. فاليسار ما تبنى هذا الفكر، اليمين تبنى هذا الفكر. واليمين بيستعمل الإعلام لحتى يسيطر على الناس. يعني بيبي أميلك بيبي أميلك، بيبي الملك بيبي الملك. من النتيجة هي بضلها تيجي بيبي أميلك، لما كل المقالات وكل التقارير بتزود في عقول وذهنية الشخص. ليش بنت 12 سنة، بنت عمرها 14 سنة اللي بتروح على حاجز مع سكينة، أو في بنات فلسطينيات وولاد فلسطيني، بس بالعمدن بستعمل بنات وولاد فلسطيني، بروح على حاجز مع سكاكين، إحنا بنعرف إنهم بحاولوا ينتحروا لأنه حياتهم مش منيحة، لأنهم موجودين تحت احتلال. ليش بالإعلام الإسرائيلي بسموهم مخربين؟ شو الفكر من وراء هذا الشيء؟ لأنك مهدد لأمن الدولة الإسرائيلية. ولد جواب الإسرائيلي، ولد عمره 14 سنة اللي عماله بركض على جندي مع ام 16 مع سكينة فواكه، هذا مش تهديد. احنا بنعرف هذا الشيء، هم بيعرفوا هذا الشيء كثير منيح، ولكن بدهم يورجوا انه اي فلسطيني اللي بحاول يرفع راسه هذا مخرب. فهي الاشياء زي هيك خلص صارت منتشرة، صارت معروفة. يعني للأسف كمان عند يعني اقسام كثير كبيرة من اليسار الإسرائيلي للأسف. يعني والمؤسف اكثر انه احنا مرات احنا نفسنا كفلسطينية الداخل عايشين هون 48 احنا نتبنى هاي المفاهيم. صحيح. يعني كثير بسمع اللغه اللي بيستعملوها بالاعلام الاسرائيلي متداوله بيناتنا احنا. يعني نعم مزبوط، لانه هاي بنرجع لانها تذوتت، لانها كثير بتتكرر، لانه كثير يعني موجه. هذا خطر، هذا الخطر، هذا خطر كثير. واحنا لازم نصحى هاي الشغلات، ولازم نشكل اعلام اللي هو مضاد لهي الشغلات. بديش انا وعفاف نبعد كثير عن الموضوع، بس لابد انه نسال، هل فعلا بتامن اليوم بالموقع اللي انت موجود فيه انه في شو اسمه يسار اسرائيلي؟ 5000 يهودي صوت للقائم المشترك ب 2015، بغض النظر اذا القائم المشترك شيء صح ولا لكن غلط. لكن انت بتعرف انه في بعرف شو مع مستوى الاحصائيات، انه في العرب صوتوا للليكود. بفكر اكثر عرب صوتوا للليكود من ما يهود صوتوا للقائم المشترك بكثير اكثر. فهل في فعلا يسار اسرائيلي؟ تعال نقول هيك، بهمنيش. اوكي انا شخصيا انا بحكي علي، انا مش عمالي هلا بحكي على الموقع. أوكي. انا بشتغل مع ناس ممتازين ورائعين اللي اللي اللي, اللي بهمهم الموضوع. انا شخصيا بهمنيش. انا شخصيا كيف بيقولوا بالانجليزي ذات شيب هاز سيلد. انا ما بآمن انه التغيير بسياسه حكومه اسرائيل رح يجي من الشعب، ما بآمن ان بشيء زيك الا من ضغط براني وضغط عالمي، تعال نسميه. بس انا كمان مره انا موجود هناك وانا بعمل الشغل انا بعمله عشان العرب، عشان اورجي العرب انه لا في طريقه تانية نحكي قصصنا. في اصلا احنا بنجيب قصص كمان اللي ما تنحكى بالاعلام الاكسس جنرالزم بالمينستريم الاسرائيلي بالعبري. فلا انا موجود هناك عشان اورجي اجيب هاي القصص، وكمان عشان اورجي انه في طريقه تانية، مش لازم واحد يخاف. ممكن واحد يكون جريء، ممكن واحد يواجه. رامي، هاي بدايه جواب لسؤالي القادم. حكينا بالبدايه سالتك هل في وعي تجاه انه اليوم الإعلام مسيس بمعظم أو كل وسيلة إعلامية عندها أجندة، وانت ذكرت إسا في هاي الفقرة كمان قلت انه هذا واجبنا بالمقابل انه احنا نشتغل على وسائلنا الإعلامية في الداخل الفلسطيني تحديدا. بدي احكي شو المطلوب اليوم من الوسائل الإعلامية من الصحفيين في الداخل الفلسطيني، طبعا من مجتمعنا. عم بلش انه للأسف بالداخل الفلسطيني ما في كفاية صحفيين. صحيح، هاي مشكلة كتير كتير كبيرة. أنا يعني وتعال ما ننساش رامي، الصحفي وين بتعلم؟ في بالغالب بجامعة إسرائيلية حسب المنهج. ممتاز، تعرفي شو ممتاز؟ منيح. أنا كمان خريج جامعة إسرائيلية، وأنتوا بالضبط تعلمنا بجامعات محلية لأنه هذا الموجود هون. يعني شو بدنا نعمل؟ عشان هاي مش مشكلة، أو أول عبري تاعتك، تعلم بالعبري وأول عبري تاعتك. فيش كفاية ناس بتتوجه لتتعلم صحافة بالجامعات. يعني إحنا بنحكي على موقع مكالمة محلية اللي هو أحسن مسيخة ميكوميت، أحسن موقع للعرب يجي يكتب فيه. بنواجه مشكلة لما نجيب كتاب عرب أو صحفي عربي ندور عليه ونتعالوا اكتبوا، تعالوا احكوا قصصكم، هاي المنصة مفتوحة من غير ولا أي رقابة. بنشجع العرب يجوا يكتبوا عنا، ودائما في صعوبات نلاقي هذا. فتعال نبلش من هون، احنا ما بنتوجهش للمجال هذا. وعلى فكره كمان بالصحافه الفلسطينيه بالمواقع الاعلام والاخره، وكمان متاكد انا عندكم هون مش بالضبط لما في عندكم بوزيشن جديد، في عندكم شغل جديد وبدكم تعلن عليه، مش 100 و200 واحد بتنافسوا، بالذات بدك تلاقي شخص شوي مع خبره او كان اشتغل قبل في وسيله. فتعالوا نبلش من هاي الشغله. للاسف 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 جزء كبير من الصحافه بالداخل هي
الستاندرد تبعها، ستاندرد الشغل تبعها هو ما يسمى بإعلام محلي وكتير كتير محلي. كتير مواقع ما فيها تحرير أصلاً، بأخذوا بيانات من أطراف معينة وبنشروها as is copy paste. مع الأسف صحافة الكوبي بيست، وللأسف صحافة الكوبي بيست هي أكتر صحافة ماشي عندنا، أكتر صحافة إحنا نتمناها. ولكن للأسف في كمان مواقع، لمواقع مش للأسف، ولكن هاي حكينا احنا من قبل على اللاحيادية، يعني انه مش عيب الواحد يكون لاحياد ومش عيب الواحد يكون صريح. مواقع الأخبار الجدية الموجودة بالداخل هي مواقع محزبة، يعني هاي بمحل معين يعني. بس قضية يعني بهاي القضية آخرا، يعني انه بتفكرش انه المصاري هي او التمويل هو المسيطر، انه نبطل نعمل كوبي بيست مش احنا، بنحكي بالمفهوم العام، ويكون في عنا تمويل مسيطر على كل شيء، متحررين ومختصين واللي بيعملوا كل المقالات من الألف للياء. اليوم وانا جاي لهون، تعرف انا كل مره باجي عندكم كل مره تسالوني باي قبعه بدك 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 نعرفك، واخيرا لقيت جواب. شو قبعه المستقل؟ انا بني ادم مستقل، كل شيء بعمله مستقل، كل المشاريع اللي انا جزء منها بدك تكون محسوبه. انا مستقل. ليش انا مستقل؟ لانه اكبر مشكله عندنا بالداخل، ان كان بدنا نعمل افلام، ان كان نعمل موسيقى، ان كان نعمل صحافه، ان كان بدنا نبني حراك سياسي، ان كان بدنا نبني حزب، ان كان نبني برلمان فلسطيني، بعرفش اي، بدنا مصاري. في عندنا مشكله تمويل، في عندنا مشكله تمويل داخليه هون احنا، وطبعا الصحافه هي كمان بتعاني من هذا الشيء. المستقل رامي يونس، شكرا لك. خلاص هذا صار اسمي. انت اللي طلبت، كنا نكتبه قصه على الشاشه، لازم افكر فيها على الاخر. تفكر فيها. اوكي، المستقل الاعلامي والكاتب والصحفي رامي يونس، شكرا لك. رامي يسعد صباحك. طيب، من الاعلام المسيس ننتقل الى موضوع اخر. انا افتتحت يعني أخبار الصباح بخبر جدا مؤسف، نرجع نحكي عن موضوع حوادث الطرق، وحكينا أنه يعني مسرع شاب وإصابة 7 و4 منهم في حالة خطيرة. هذا الموضوع برجع بخضنا اللي إحنا بنسميه إهمال على الشوارع، إرهاب على الشوارع، إيش ما بدكم تسموه، مهم جدا نساهم في رفع الوعي. الجزء المقلق أنه في ارتفاع بنسب حوادث السير في البلاد، ليش وكل هاي التفاصيل كتير حكينا بصباحنا غير، بس كمان حبينا نرصد طبعا هذا الارتفاع وهي المعطيات في إطار هذا التقرير. نتابع. 95 مواطنا عربيا من أصل 315 وقعوا ضحايا لحوادث الطرق في البلاد لعام 2018، معطيات مقلقة دفعت الجهات المعنية للوقوف عندها والعمل وفق خطة طارئة للحد من تلك الحوادث. معطيات تشير إلى أنه مقابل كل سائق شاب يهودي بموت في حادث الطرق بموتوا عنا 10 سائقين شباب عرب، مقابل كل مسافر يهودي يموت نتيجة عدم وضع حزام الأمان بموتوا 4 مسافرين عرب، مقابل كل طفل من جيل 0-4 سنين يهودي يموت في حادث طرق بموتوا عنا 20 طفل عربي. مشان هيك وضعنا خطة عمل طارئة شمولية كاملة مع المجالس المحلية، مع الأمهات، مع الشرطة، مع رجال الدين، حتى نحد من ظاهرة الموت في حوادث الطرق. وتشير المعطيات إلى أن العام المنصرم سجل انخفاضاً ملموساً في عدد الضحايا العرب مقارنة بعام 2017 إذ بلغوا 116 قتيلاً، لكن هذا الفارق يبقى كبيراً مقارنة بنسبة المواطنين العرب في البلاد والتي تبلغ 21%، أرقام قد تفتح الباب أمام تساؤلات عن الأسباب التي أدت لتفاقمها. מדינת ישראל חייבת לבוא ולהשקיע סכומים נכבדים ותקציבים מרשימים בנושא הזה בשביל להעלות את הבטיחות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. זהו אחד הכלים המשמעותיים שנוכל לשפר את מצבנו ולשפר את הבטיחות בדרכים ולצמצם את מספר ההרוגים. إذن هما عاملان أساسيان من شأنهما الحد من حوادث الطرق وسقوط مزيد من الضحايا، زيادة الوعي وتطوير البنية التحتية في شوارع البلاد، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا واقعنا وأكثر من مؤسف، ما زلنا بنفس الوتيرة، بس كتير بدنا ننتبه على الشوارع. وعموما الإحصائيات بتقول أنه الهواتف الذكية إلى جزء كبير ومسؤولية كبيرة في الحوادث اللي عم بتصير. أرجوكم انتبهوا، السرعة الفائقة طبعاً، عدم احترام قوانين السير، سلامتكم بتهمنا، وحرام يعني كل نهاية أسبوع بالذات عم نسمع شاب شاب من البلدي كذا من البلدي كذا. صح. أرجوكم. صح. الإشي جدا مطلع. وعلى فكرة اللي ما بيعرف لغاية اليوم إنه هذا القانون صار طالع، وفي الكاميرات المتنقلة بما تسمى، إحنا ذكرنا الخبر في السابق، يعني منذكركم كمان إذا مش خايفين على حياتكم خافوا شوية صغيرة، مع إنه مش مفروض نحكي لكم هيك،
بس خافوا من المخالفات اللي ممكن تاكلوها وانتم ماشيين في الشارع. خافوا على حياة الأخرين. اكيد يعني هذا اساسي. ننتقل الى اخبارنا المتفرقه. في أعقاب نشر أنباء عن خطر إغلاق جمعية مكافحة الإيدز في البلاد، وجه المدير العام لوزارة الصحة وجه رسالة إلى مسؤولي الجمعية ينفي فيها تلك الأنباء ويتعهد بتحويل الأموال اللازمة للجمعية، وشدد المدير العام على اعتراف الوزارة بأهمية عمل لجنة مكافحة الإيدز بدليل التعاون المثمر في السنوات الأخيرة في مجال الحفاظ على صحة المواطنين كما جاء في هذه الرسالة. نعم، وخبر آخر حول اكتشاف العلماء في جامعة سالفورد الأمريكية ما يعتقدون أنها الخلية المسؤولة عن كل الخلايا السرطانية الأخرى أو الخلية الأصل التي ينجم عنها كل أمراض السرطان. ووفقا للباحثين فقد أظهرت النتائج المخبرية الخلية المسؤولة عن أمراض السرطان، ووصفوا اكتشافهم بأنه كمن يعثر على إبرة في كومة قش. ويأمل الباحثون أن يعاد كتابة التاريخ الطبي للنمو السرطاني، ويعتقدون أنه قد يشكل ضربة قوية للعلاجات السرطانية الحالية مثل العلاج الكيماوي بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. الأبحاث في المجال الطبي عم تتطور في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص يعني إن شاء الله عن جد مثل ما كتير تقارير صحفية حكت يكون في علاج شافي ومعافي من مرض السرطان. من الصحة إلى عالم التقنيات والشبكي، وقررت شركة جوجل يا جماعة التحرك بصورة عاجلة لحتى تواجه انتشار ما وصف بتطبيقات خبيثة. هاي التطبيقات كانت تروج لصور إباحية دوريد، وكشف أن تلك التطبيقات التي تم حذفها تبعا لأنها تروج لإعلانات إباحية عند فتح أي مستخدم لها، ما يجعل البعض يقوم بتحميل تلك الإعلانات على الهاتف من دون أن يدري أنها تحتوي على برمجيات خبيثة تساهم في اختراق البيانات الشخصية والبنكية. مرض. هذا مرض. أكيد. في مدينة طوكيو تم اكتشاف أن أحد مستخدمي الإنترنت يحاول بيع اليورانيوم على موقع في الشبكة العنكبوتية، وتم الكشف عن هذا الأمر بعد أن شاهد مسؤولا محليا يعمل في مجال الطاقة الذرية شاهد عرضا مشبوها لبيع مادة مشعة في مزاد على الإنترنت العام الماضي، وأبلغ الشرطة بالحادث. هذا وعلى الرغم من أن إشعاعه يقل عن إشعاع اليورانيوم الطبيعي إلا أنه يمكن أن يكون خطيرا على البشر، ولدى التعامل معه يجب الالتزام بمعايير السلامة. دائما الالتزام بمعايير السلامة. طيب الختام رح يكون مع خبر فني، وإسا كل محبات بالذات ومحبي القيصر قادم السهر رح يكونوا سعداء يمكن بأنه عم ننقلكم خبر في هذا الصباح عنه. الفنان العراقي كاظم الساهر القيصر الذي تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية في بلاده لتغيير رقبه من الساموراي إلى الساهر، وأرجع الفنان العراقي طلب بتغيير اللقب إلى كون اللقب الأخير اللي هو طبعا الساهر يمثل اسم الشهرة، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى. بتوقع أنه أكيد رح يوافقوا على هذا الطلب للقيصر محطم القلوب اللي بغني القصائد. طب صوتك اختلفت شوي صغيري انت. انا طبعا كمان من عشاق طبعا. اوكي، في البدايه احنا كنا حاكين ونوهنا على التلوث، وبالذات التلوث داخل الغذائي في اطباقنا في طبائق في اطعمتنا وحتى في المطاعم اللي احنا بنتوجه لها. احنا بنعرف شو عن جد عم بيصير في خبايا هذه البرادات و هذه الأراضي. كم مرة بحياتك سمعت المقولة بالذات من والدتك تاكلوش بمطاعم برا البيت، تاكلوش بالشبكات، فش إشي نظيف قد أكل البيت. هاي دائما نسمعك أنا على السمك دائما. على كل إشي يعني. حتى على وجبات الأكل السريع. يعني لا يخفى عن مشاهدينا يمكن الفيديو مقزز، أنا استفزني لما حضرنا كلنا، وكتير تناقلوا رواد الشبكة إنه بالأيام الأخيرة كان في جرذان فئران في أحد شبكات الطعام. رح نطرح هذا الموضوع ونحكي عن قديش الأكل خارج البيت آمن من ناحية التلوث الغذائي أو مش آمن. ومعنا في هذا الصباح الدكتور جورج غريب طبيب العائلة. يسعد صباحك دكتور جورج. أهلا وسهلا فيك صباح المشاهدين. أهلا فيك دكتور. إحنا بنتوقع حضرتك شفت الفيديو مثلنا مثل كثر، موضوعنا مش تحديدا هاي الشبكة أو هذا الفيديو لأنه مش أول مرة نسمع عن التلوث الغذائي في المطاعم. تعال نكون صراحة مع بعض، حضرتك طبيب عائلي، قديش عن جد اليوم خطر إنه نأكل برا البيت؟ قديش منقدرش نضمن إنه في نظافة في المطاعم؟ أنت سبقت وقلت إنه ستك وأمك كل في البيت ونأكل في البيت، هو مزبوط.
لأنه الأكل الغذائي في المطاعم أكل أنت بتعرفيش بأي شروطه بتحضر. زي كمان شفنا كان في مقال أو تقرير عن شركة الهامبرجر، صحيح، 8 محلات في إسرائيل ولا محل مرق ملزمات معايير وزارة الصحة، ولا محل. وأنا دائما أولادي شباب وانجرفوا بالتيار، بوصيهم ما يأكلوش شغلتين برا مهمات، لأن الهامبرجر والكبدي هدول النوع لحوم جدا جدا خطيرة. ليش دكتور تحديدا اللحم المطحونة؟ أنا بتذكر شفت مرة تقرير عن الهامبرجر فيه 7% أو 8% بس لحمي، باقي بطاطا خبز جيل دجاج. أنا شفت التقرير سمعنا أنه في عظام تطحن، عظام إيش بدك. أنا شفتها قبل يعني كم من سنة، وبعيد دائما لأولادي والأحفادي بعيدها تقربوش على الهامبرجر، والحمد لله ولا واحد بقرب لا على ماكدونالد ولا والكبدي. والكبدي ليش؟ والكبدي لأنه لحمة حساسة، الكبدي مبنية 90% من خلايا دم. الدم اتركيه شوي بالحم تطلع ريحته، صحيح مزبوط تطلع ريحته. نرجع للتلوث بالأكل، الفيديو اللي انتشر بوسائل الإعلام عن محل البيتزا، في محل أحد محلات البيتزا، أحد محلات البيتزا يعني أوكي في الفئران والجرادين هناك، بس أنتوا يا أصحاب المحل بتتهموا الكرمليت اللي صار بالكرمليت. طب فيش عندكم محلات تمنعوا أو تغطوا أو تسكروا شغلاتها؟ فيش رقابة صحية؟ بعدين يعني أنا بشغلتي كمان بشوف عدة يعني بخلال الأسبوع عدة حوادث، عدة مرضى بيجوا عندهم تلوث من الأكل، مصابين بالسهال والتقيؤ والحمى العالي. أي أجيال بنتحدث دكتور إحنا؟ النسبة الأعلى أي جيل عم بتكون؟ الشباب؟ الشباب، الشباب طبعا الشباب يعني. وهنا كمان في توجيه للأهل للأميات، يعني بشوف أنا مرات بمرق بحد العيادة مثل بحيفا، أوكي، كل أم يوم الجمعة بدهم يأخذوا ولد مجبور يأكل همبرجر في السيتي سنتر. أوكي ليه مجبور؟ أنا بسألش ليه مجبور، وكأنه صارت هاي هدية آخر الأسبوع. مزبوط، لأنه إحنا الأهل بطل في إلنا وقت نقعد مع الأولاد نشرح لهم إيش الأكل. خد وعف عني، بس خد وعف عني. وكمان بسموها زي العبراني حكا عدر، سياسة القطيع. سياسة القطيع، أم واحدة انجرفت الكل دين يجرف وراها ويعمل زيها. ليش؟ ما فيش إلنا وقت مع الأولاد. نتحدث عن كل الأطعمة يعني، حتى الفاست فود يعني الهامبرجر والكبدي والدجاج المقلي أيضا بدخل بهذا التصنيف. كل أنا القلي برا هذا لحاله مشكلة. كمان الجاج، خد الجاج، الجاج بيكبروه بهرمونات الصبح صوص بعد الظهر جاج هيك هرمونات. وكان في عدة أبحاث طبية على الجاج، على الهرمونات الموجودة بالجاج، وواحد من الأبحاث حكى إنه هو واحد من أسباب ارتفاع نسبة العقم عند الرجال. أكل الجاج في دراسات من هذا النوع كان في بتذكر قريت دراسة قبل سنتين ثلاثة، وحتى أنا كنت يعني باجتماع طبي، وحتى في دكتور أكد هذا الإشي، دكتور مختص بهاي الشغلات أكد إنه مزبوط الجاج. اللحوم أنت بتعرفش بأي شروط، ما شفنا كمان نرجع لتقرير هامبرجر بأي شروط بحافظ اللحمة، الجاج مرمي على الأرض صناديق ساعتين ثلاثة. أنت جرب حط في البيت عندك فخذ الجاج برا ساعتين شوف شو ريحتها بتصير. مزبوط، خذ الأشياء الثانية يعني كل أكل هو خطير. صحيح. قديش أنا بقولش ما نأكلش برا، بس نأكل برا بإشي معقول، مش كل الأكل يكون برا. ومع احترامي للأميات وللستات إنه شوي يجتهدوا يتعلموا الطبيخ، فيش مثل أكلة البيت وقعدة البيت مع بعض الجماعية. مش بس إنه المرة بدها تتعب، في الإشي الإيجابي إنه العيلة بتقعد مع بعض كلها. ما هو المشكلة دكتور إنه عصر السرعة دخل إلى مائداتنا وإلى أطباقنا مع الأسف، وهذا إشي سلبي. هون بهمني أسمع من حضرتك كطبيب عائلي، مئات العائلات في المنطقة بترتد لعيادتك، قديش عن جد لما بنحكي اليوم السمن الزائد السكري حتى بلش الجيل يكون أصغر وأصغر الأطفال، قديش بنرجع لموضوع الأكل الصحي؟ الأكل الصحي أكيد مش برا البيت، مش برا البيت. وقالوا الأكل الصحي الأكل السريع، مثلا بأمريكا آخر سنتين حطوا حوالي 7 مليار دولار الحكومة الأمريكية مشان تحارب السمنة عند الأطفال. بقولوا هني أوبيس تشايلد أوبيس أدلت، طفل سمين بالغ سمين. صحيح. واليوم إحنا بنعرف إنه السمنة الزائدة بدون علاقة بالأكل، السمنة الزائدة هي بتسبب مش أقل من 20 أو 30 مرض، سكري، ضغط، وجع مفاصل، ضيقة نفس، الدهنيات
السليب أبنية اللي بسموها توقف النفس بأثناء النوم إلا معلوم عدة عدة شغلات يعني بتسبب. وأهم شيء السكر، يعني السكر والضغط أمراض القلب إيش بدك بتسبب الجلطات الدماغية، هاي السمن الزائدة. فالأكل لازم يكون منوع ومعتدل ويركز أكثر يعني على الخضروات، على الأكل المعقول، مش الجنك فود يتعبي باجيت ملان كله كريمات بعرفش إيش اللي بسموها هناك، اللي بعرفش قديش صلها واقفة بالبراد هناك، وأنواع مكبيس بعرفش شو واقفة، وجاج مقلي بعرفش بأي شروط مقلي أو كبدي أو المخلوط اللي روشلمي، هذا بسموه المخلوط روشلمي. فكلها يعني مش صحية. يعني أنا يمكن صلي من 80 بشتغل بالطب، يمكن أكلت بحياتي مرة واحدة بقيت أو مرة واحدة فلافل. أو فلافل باكل فلافل أكل أكيد، فلافل أكل أكيد، فيوش لا لحوم ولا مزبوط مقالي وكوليسترول. يعني التجديد هو على موضوع التجديد على المركبات اللي هي حساسي الحساسي اللي هي اللحوم. يعني المشكلة هنا دكتور، يعني احنا نتحدث عن الجنك فود، الأكل السريع، حتى احشدنا على مر كتير سنين عملوا كتير تقارير على الفنادق الأوتيلات شو بيصير بالمطابخ والمطاعم حتى الفخمة، يعني حتى قضية السرعة بدك تدخل على مطعم وتوكل ألاكارت وكله جاهز كله مرتب ومحترم هذا المطعم، لكن انت ولا انا ولا اي حدا بيقدر يعرف شو بيصير في المطابخ، خصيصا انه الاستعمال للمواد المثلجة المفرزة بالبراد هي ايضا غير صحية بتاتا. هل هي خطرة فعلا؟ مظبوط هي خطرة، بس ما نقدرش احنا ندور نراقب كل المطاعم العالم. بالضبط. اسا خد مثلا فرنسا، خد اوروبا وخد امريكا. ليش الفرنسوية فش عندي نسبة سمنة زائدة؟ لان بقعدوا يعني بأكلوا زبدة كتير، بأكلوا بهدوء زبدة كتير، بأكلوا اجبان كتير وبشربوا مبيد كتير. لانه بقعدوا على مهلهن، بيمضغوا الاكل للاخر، الاكل لما ينمضغ بسرعة ينمضغ منيح هضمه بصير اسهل. كورس العشاء عاده المحترم عندهم 4 ساعات بنتلف. طبعا احنا بناكل 4 ساعات، هو قعد ساعه او ساعتين، هو قعد ساعه. يعني بامريكا طلع الجنك فود، طلع نسبه النصحه في امريكا ونسبه النصحه في اوروبا، والاكل بسرعه والاكل بسرعه. يعني شو احسن مثال كل العالم تعرفه؟ طلع فرنسا اوروبا كلها، بس فرنسا اوروبا. وبعدين الضغوطات هاي اللي بيحكوا عنها كمان ملهاش محل. كان كمان كتقرير في واحد فتح سلو فود محل، واحد بيبيع فاست فود، ووجدوا انه السلو فود نجح اسرع من الفاست فود. بس احنا منجرفين مع التيار، احنا منجرفين مع التيار، وفي حاجة انه يعني الاهل اكتر شيء الاهل، انه خاصة الامهات، مع احترامي لكل الامهات، انه شوي يكرسوا من وقت اكثر للاطفال، يكرسوا من وقت اكثر للمطبخ. الطبيخ بدوش فن كتير، الطبيخ بده شوي تعليم بسيط، يعني يطلع على الاشياء الايجابيه في الطبيخ، الاشياء الايجابيه في الطبيخ. ولما العيله بتقعد مع بعض صحيح. هذا الوقت جدا مهم، جدا جدا غالي. يعني غالي للعيلة. يعني اذا بتدور تعمل احصائيات تشوف كم من عيله بتقعد مع بعض على وجبه الظهر الغداء او العشاء، قليل بتلاقيهم. صحيح قليل. وفي يا دكتور اللي رايح اقول لك ظروف الحياه، واليوم الام بتشتغل والابو بيشتغل متاخر، بس على الاقل غوار قال بدنا 24 ساعه مش بكفي. لو صار النهار 48 ساعه كمان بكفي، برضه رح نقول مش بس مكفي. اذا احنا بتفكري مزبوط، نمنا 8 ساعات نمنا 8 ساعات، اشتغلنا 8 ساعات هاي 16، بعد 8 ساعات طيب نستغلنا على الاقل وجبه العشاء تكون عائليه، ساعتين طبيخ ضل 6 ساعات، ضل 6 ساعات تقدر تعمل فيه أشياء كتيرة. بس إحنا لأن إحنا عايشين بعصر السرعة وبتوتر وتحت ضغط كتير، يعني اطلع بريت البلاد أنت بترتاحي. أيوة الدولة هون ملاني كلها ضغوطات وتوتر وسترس والناس بس بدها، بيقولوا بالعربي السرود، إنه يعني تسارع البقاء. يعني بدهاش، يعني تطلع بريت البلاد بتشوف الناس ماشية على مهلها، بوكلوا على مهلهن، فيش واحد مستعجل، فيش حدا بيصيح بالشارع، فيش حدا بيزمر، فيش حدا بيسحب فرد بالشارع، بيسحب عصاب بالشارع. صحيح. اليوم بطل يسحب عصاك، كله فرودي صار مع بسلاح. الأسف دكتور جورج، بدي أرجع مع حضرتك لموضوع الفيديو كنموذج للأشياء اللي كتير عم تستفزنا ومقززة، وكلنا بنعرف أنه في تلوث غذائي برا، بس نوضح للمشاهدين بصفتك طبيب،
التسمم قديش خطير على الجسم؟ يعني هو مش قصة يومين ثلاثة إسهال ومشكلة في الأمعاء وبتنتهي، قديه ممكن يكون خطير على طفل، قديه ممكن يكون خطير على بالغ، وجود جرذان حشرات في أماكن الطعام. ما هي مش يعني التسمم بتوقف من إيش جاي، في عدة جراثيم ممكن تدخل الجسم ممكن تؤدي لوفاة لا سمح الله لا لأطفال، لأنه إسهال والتقيؤ بيؤدوا لنشاف بالجسم، لنشاف نشاف بيؤدي لهبوط كلوي وهبوط كل أجهزة الجسم. نفس الشيء عند المسنين، عند المرضى المزمنين كمان السهال كله بيؤدي، مرضى السكري ممكن يروح فيها كمان. فجدا مهم انه يعني الفيلم اللي كان هو ضوء احمر إلنا ننتبه انه اكل البيت لو اكلنا خبز وزعتر احسن من ناكل همبرجر برا او ناكل ستيك او 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 وبعود بقول انا بقولش ما ناكلش برا، بس ناكل برا نعرف وين ناكل برا وايش ناكل برا. هسه دكتور جداتنا بسمعوا منك هاي الجمله كثير مبسوطين لانه هن اللي دائما بيشددوا يرجعونا على هذا الزمن اللي فيه كنا يعني جداتنا اللي نعاشوا. اول شيء عندنا تجربه وفيش احسن من تجربه الحياه، بس ما كانش في فاست فود يعني ما كانش ولو كان في كان راح يضلن ياكلوا الفريكي بيضلوا ياكلوا الاكل اللي في البيت، اكل الطبيعه اكل الطبيعه، لانه الاكل كله اليوم مصنع. واليوم بقرا كمان حاطين اسا على الحمص احلى تحذير من مواد مسببه للحساسيه الارجوجيني مجدد، هو حمص وسمسم وبعرفش ايش. طب لكان ايش كده كله نرجع ناكل اكل البيت، الاكل الصحي، المطبخ العربي بس والفلسطيني، بس مطبخ العربي، مطبخ فلسطيني، مطبخ شو ما يكون يكون في البيت. انت عارفه منين جبتي لحمتك، تحت اي شروط لحمتك محفوظه، الاكل كله وين محفوظ وباي شروط انت بتحضريها، انت بتحضريها بايديك. تاكلي برا انت بطعموك شيء زبور بيشتري سمك البحر، صحيح انت بتشوف هالصحن نظيف بتعرف كيف بيطلع الصحن من جوا. نصائح قيمة من دكتور جورج غريب في هذا الصباح طبيب العائلة، شكرا لحضورك معنا وان شاء الله الكل عائلات الامهات الاباء حتى اللي بيشتغلوا يتبنوا هاي النصائح. بالضبط جوعنا معنا صحه وهلا لما ناكل. حالة الطقس شو عم بيصير برا هات نشاهد. هذا الطقس في الخارج احنا مبسوطين، في الداخل بس نسمع كل وقت صوت الهواء وسياراتنا من الغبار صح
يعني فايتين على الربيع شوي لكن بتذكركم انه هذا اشباط اللبات مزبوط. انه في مفاجآت يعني ما حداش يفكر انه احنا قربين من الربيع صح. بطل في شتاء وعواصف وزي امبارح الغيوم ملبدة تلبدت الغيوم. التضارب في تربية أطفالنا ما بين تربية الوالدين والجدين هذا رح يكون بعد الفاصل وبستنانا بعد هيك رح نكون مع فقرة عن اللاصقة الإلكترونية الذكية عم نحكي عن ابتكار جديد للباحث الدكتور محمد خطيب يكشف عن خصائص فيزيولوجية تتعلق بحياة وصحة الإنسان. إنتاج درامي فلسطيني جديد بعنوان سلمى وسري. صباح الخير عن جديد لكل اللي بيتابع الجزء الثاني من حلقة صباحنا غير ليلة اليوم. وقبل ما نبلش بدنا نذكركم بأبرز فقرات وعناوين الجزء الثاني. التضارب في تربية أطفالنا ما بين تربية الوالدين والجدين. اللاصقة الإلكترونية الذكية ابتكار جديد للباحث الدكتور محمد خطيب يكشف عن خصائص فيزيولوجية تتعلق بحياة وصحة الإنسان. إنتاج درامي فلسطيني جديد تحت عنوان سلمى وسري. هذا اللي بانتظارنا في هذه الساعة، لكن من نروح مباشرة هيك نشارك المشاهدين إلى جنوب البلاد وتحديدا مدينة رهط. هناك إقامة معرض الكتاب العربي، لنتابع هذا التقرير. على مدار 5 أيام أقيم في المركز الجماهيري بمدينة رهط معرض الكتاب العربي، والذي كان جل رواده من الفتيات ونساء المدينة والنقب عامة. أول شيء بحيي كل شخص في له صلة أو قائم على هذا اليوم. معرض الكتاب إشي كثير مهم اللي يصير في رهط ولازم يصير في رهط. الكتاب والقراءة سلاح راقي اللي بيقدر يقدم رهط للأحسن، بيقدر يحسن من شعبنا ويقوينا. بشكر كل شخص له صلة في هذا اليوم. عندنا الطلاب صاروا كلهم يطلعوا على السوشيال ميديا وينسوا الكتب اللي كنا بنتثقف منهن وبناخذ منهن معلومات. الكتاب نفسه هو غذاء الروح اللي بيعطينا معلومات اللي ولا مدرسة بتعطينا إياها ولا إشي في الحياة بيعطينا إياها خلف إنه أن نقرأ الكتاب ونتثقف من طريق الكتب. معرض الكتاب الذي يقام للسنة 8 على التوالي ضم العديد من الروايات والكتب العلمية والتي تختص بالأطفال بهدف تنمية مشروع القراءة وتصفح الكتب الذي نحتاج إليه في عصر التكنولوجيا. يومنا هذا بشوف كثير من أهالي والطلاب مش بالكتب، بس تلفونات مش تلفونات. إحنا ندعم مع الكتاب من كل يوم إلى مدينة رهط للمدارس، لأن الطلاب يشترون كتب ويقرون كتب أحسن لهم، سيتعلموا ويستفيدوا من الكتب أحسن من التلفونات. وأشكر كل من ساهم في هذا الشيء. المعرض تم تطويله ليوم كمان يوم بسبب إقبال الجمهور من النساء والفتيات طبعاً، وكمان الأهل والعائلات اللي حبوا الفكرة من ناحية تطوير أفكار الطلاب من مجموعات الكتب المنوعة المتوفرة، وخاصة تغذية العقول من خلال القراءة وتنمية المهارات للمفاهيم الأساسية. قد ينسى البعض وخصوصاً من الجيل العربي الشاب مقولة خير جليس في الزمان كتابه، ولكن تأكيد المثقفين على أهمية الكتب في حياتنا وتطوير المكتبات العامة يمنح بصيصاً من الأمل بالعودة إلى الكتب والمكتبات. يعطيهن ألف عافية على إقامة هذا المعرض، معرض الكتاب في منطقة رهط في النقب الصامد. كتير مهم وكتير منحب دايماً نحافظ على المستوى الثقافي والتربوي، قديش قيم تربوية إحنا بناخد من مختلف صحيح. الكتب والمراجع. وبفقرتنا الجاي احنا مش رايحين بعيد عن العالم التربوي ابدا، بدنا نحكي عن هيك فكره التضارب بالتربيه يمكن ما بين الوالدين الجدين. اول ما يجي الحفيد بالذات الاول بالضبط، وفي دلع اللي بده اياه بنعطيه، وبشي مرحله الاب والام بيصيروا شوي يتذمروا. مزبوط. بس في جانب اخر كنت حاب كمان نحكي عليه، هناك مش شرط يكون مدخل، ممكن نتطرق له بعد هيك. يعني كتير أنا ما صادفتش هذا الموقف كتير، لكن شفته مرة، هو شوي صغير محزن بتخيل. توبيخ
توبيخ الأجداد لأبنائهم الآباء أمام الأحفاد. الأحفاد أو الأطفال. فهم الترتيب بالضبط كيف بيأثر على الأحفاد وأيضا على الآباء والأمهات أكيد. بشكل مباشر. لكن رح نفتتح باللي أنت طرحتيه في البداية. رح نفتتح بهذا الموضوع ونسمع كل الإجابات على أسئلتنا الهامة. وتنضم إلينا العزيزة دكتور سهراب مصري عودلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. طبعا حضرتك محاضرة ومستشارة تربوية، وتعرفي شو قبل ما نبلش نخوض في التفاصيل، تعال نحكي على الجانب الإيجابي والحلو من أنه الجد والجدة بحبوا يدللوا ويكونوا شركاء في الصيرورة التربوية للأحفاد. هيك بدنا نستهل فقرتنا بأنه نقول أنه الأجداد هن بركة، هن عز، وهيك إشي كثير منيح بحياة الأحفاد. وبنبدأ نقول بالمقولة اللي هي كثير تقليدية واللي هي موروثة كل الوقت، ما أغلى من الولد غير ولد الولد. صحيح. اللي هاي المقولة بتقول وبتبرر شو سر العلاقة الوطيدة بين الأجداد وبين الأحفاد، وهي العلاقة اللي يمكن الأباء ما بيفهموهاش. هاي سر المهنة بين الأحفاد والأجداد. العلاقة هاي كمان إحنا هيك بدناش نجزم إنه كل الأحفاد والأجداد في بناتنا العلاقة الوطيدة، لأنه في قسم اللي ما عندهنش أجداد، وفي قسم الأجداد هن عاجزين وما موجودين بحياة أحفادهن بشكل اللي هو أكثر مكثف ويقدر يعطوا المساعدة أو الدلالة اللي كيف منسموها الوالدين. صحيح. بس كثير مهم هيك أحدد على إنه وجود الأجداد بحياة أولادنا فيها فوائد من كل النواحي. يعني بداية الفائدة هي للأولاد نفسهم، إنه بيت الجد والجد هو ملجأ للأحفاد، بمحل إنه بتخيل ملعب كمان. ملعب، مسرح، مطبخ، كل شيء هناك مسموح، وهن فرصة يبعدوا عن أحيانا قساوة الأهل أو الحدود الصارمة والقوانين والبرنامج اللي هو كثير متكتك في قلب البيت. فبلاقوا بيت السيد والست هو محل اللي لا في دروس ولا في ترتيب ولا في نظام، وفي هذا المحل اللي هو فيه كثير حرية. إشي آخر اللي فيه وجود الأحفاد في حياة أجدادهن هو فرصة لكسر الوحدة أو العزلة اللي عايشين فيها الأجداد. يعني الأجداد لما بيكبروا، لما بيجوزوا أولادهن، فالبيت بفضى، ووجودهن لوحدهن في قلب البيت بيعمل شعور كثير سيء. فلما الأطفال بيجوا على قلب البيت بيعمل كثير حياة، بيعمل جو كثير حلو. وهنا بتبدا الاشكاليه او الصراع اللي فيه الاجداد بدهم يعطوا دلال للاحفاد، والشيء بشكل زي عائق امام الوالدين بحال انه حاسوا انه بدي اثر على تربيتهم. بس اللي مهم لنا احنا الاهل او الوالدين لازم نفهم انه وجود في حياه اطفالنا كمان بعطي حب ورعايه واهتمام. كمان هن بسمعوا من أجدادهن الحكايات التراثية، وكمان في خبرة وفي معرفة عند الأجداد اللي بنقولوها لأولادنا، اللي مش بالضرورة الوالدين فاضيين ومتفرغين يعطوا هاي المعلومات والمعرفة للصغار. فالأجداد عندن وقت فراغ، ما عندن توتر وما عندن ضغط، بالعكس متفرغين لأحفادهم بالنسبة لنا هذا كل العالم. صحيح. هون في الوقت اللي الوالدين فعلا هن كثير مشغولين ومتوترين في ضغوطات الحياة وضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حاليا. إحنا عم من هيك منعيش بأجواء انتخابات اللي كثير هيك فيها شحنات نوعا ما سلبية، وضغط الحياة كثير صعب. فالأجداد هن مرقوا هاي المرحلة، ما عندهم إشي اللي يضغطهن، هن كثير متفرغين وهادين، أعصابهن كثير رايقة. فأي تصرف من الأطفال بتعاملوا معه بتروي وبهدوء. هل فكرك هذا الرواق عند الأجداد، إحنا ما رح ندخل بقبعة العامل النفسي، لكن نأخذ من قبعتك ومن خبرتك، هاي النفسية اللي بيكون فيها الرياحة والرزانة كجد أو كجدي، هاي نابعة من خبرة أم كيف ما عم تتفضلي وفهمنا إنه ما فيش وراء كل هذا العبء اللي موجود على أولاده أي الأباء والأمهات؟ ممكن هذا الهدوء نابع من عدة أشياء. أول الخبرة والتجربة والجيل. يعني إحنا اليوم لما بنلتقي مع ناس اللي هي عندها خبرة أكثر بنشوفها إنها متعمقة أكثر، عندها خبرة أوسع. الأجداد هن صارعوا الحياة وعاشوها بحلوها وبمرها، فمنشوف إنه لا، في عندهم تجربة اللي هي أقوى من الأبناء. مش بالضرورة تجربتهم صحيحة، بس على الأقل هن عندهم نظرة بعيدة وبيفكروا للمستقبل أكثر من الجيل الصغير. أوكي. شغلة ثانية، الأجداد كثير مرات بيكونوا أخطأوا بتربيتهم لأبنائهم وبحسوا في تأنيب ضمير،
فهني بدهم يعوضوا الإشي اللي ما أعطوه لأولادهن من خلال الأحفاد. صحيح. فعشان هيك منشوف لما الوالدين بدهم يقصوا أولادهن أو لما بدهم يشدهم بقولوا لا استوب، يعني إنه شوي شوي معه. هاي النقطة اللي ذكرتيها أنا هيك استحضرتني كتير مواقف كنت شاهدي عليها بالبيت. أنا يعني أمي وأبوي كانوا أمي وأبوي يربونا أنا وخياتي بطريقة معينة، وكمان شفتن وشهدتن بقبعة الجد والجدي، يعني لدرجة أنه أنا وخياتي كنا نقول لحظة شوي مين هدول، حطوك على جنب، لدرجة في إشياء اللي كانت خطوط حمراء بتربيتنا للأحفاد صارت مسموحة. عشان هيك قلت كل الدلال وكل الإشياء المسموحة بالدنيا للأحفاد موجودة، وهذا اللي بيفوت فكرة إنه بيصيروا يلوموا إمن وأبوهن إنه يا ماما ليش عم بتغربي لي التربية اللي صحيح أنا صحيح تربيت عليها وبدي أطبقها مع أولادي. حبيت اللي عم بتقوليه لأنه كمان هيك وديتيني لمحل إنه فجأة في ناس جداد عم نتعرف عليهم في البيت اللي هن أمه وأبو اللي ما كناش نعرفهم من قبل. اللي عم بيصير بحياتهن للوالدين الله يطول في عمرهن إنه هن عم بيكونوا بقبعات مختلفة بمحل اللي ربونا عليه واللي كبرونا عليه بعد ما مرق عليهن سنين طويلة وعاصروا مع الوقت اكتشفوا حالهن غلطانين بكثير شغلات. فهن بدهن يعوضوا الأشياء اللي ما عطوناش إياها بأولادنا الصغار. فإحنا لما منشوفهن إنه بحطوهن بحضنهن وبيدللوهن وبيهتموا فيهن بلعبوا معهن على السجادة وبخدوهن يشتروا أغراض فجأة أبو مش حازم شو عم يصير يعني لازم نطلع على الإشي بمتعة مش بزعل ولا في ملامة يعني إنه نكون حكيمين أكثر بمحل إني عم بمارسوا دورهن كوالدين بعد ما مرق عليهن سنين طويلة وتجربة ومعرفة وعمق بالخبرات. فكثير مهم كمان مرات إنه إحنا نطلع على الإشي بشكل إيجابي إنه ليش ما يأخذوا أولادنا هذا الدلال، ما هن مخدين الحزم ومخدين الأسوء أحيانا والحدود في قلب البيت، فخليني يدللوا عند رصيدهن الدلال. يعني أنت فاهمي كيف عفاف عم تحكي إنه اللوم بيجي من الأهل للأجداد إنه خليني أمشي على المنهج اللي أنتوا أعطيتوني إياه، تكسروش كلمتي خربوش التربية تبعتي. فأساسا أنت ما يعني أنت لازم مش لازم تلوم الأجداد، فهم على الأولى مبلا لازم تلوم الكل فعلا أو عمليا مش بمحل اللي يعني بدنا نلوم حدا هون. أنا فاهم مش عم ندور على مين نلوم، بس عم بحكي إنه الأهل ما بيقدروا يطلبوا هيك من الأجداد لأنه أوريدي هنا مسبقا هيك تربوا من الأجداد. صح. فإنه اثنين صح بتصف النهاية، الأجداد والأباء بصفوا التربية. إذا إحنا بنفهم الأبعاد وإذا إحنا هيك شوي منتعمق ومنفكر شو اللي بخلي الأجداد يتصرفوا بهاي الطريقة، وأنا الإشي اللي بوجهه للأهل مش للأجداد لأنه الأهل اللي عليهن عملوه أوكي. هن بوقت اللي هن بدهن يعيشوا مع الأحفاد وبدهن ينبسطوا معهن. الكلمة تبعتي للأهل إنه نفهم تصرف الأجداد من وين نابع وشو كمان الدافعية تبعته وشو بيعمل لأولادهن شو بيعمل لإلهن كمان، ونطلع على الجوانب الإيجابية. ولما إحنا منحس إنه هذا التدخل عن جد عم بعيق وبعرقل التربية تبعتنا بطريقة كتير سيئة وسلبية، ففي إيش إحنا نعمل بس بأسلوب اللي هو دبلوماسي، بأسلوب اللي فيه حكمة وفيه احترام لهدول الأجداد أوكي. يعني إحنا حياة أولادنا مع أجدادهن في إلها أبعاد كثير رائعة في تربيتنا لإلهن. أولها إنه الأولاد في بيت الأحفاد لما بأخذوا هذا العز والمحبة والدلع والمساعدة والاهتمام فهذا كثير بعزز ثقتهن في نفسهن. كمان في بيت الجد والجدة فيش هناك إنه لا تصرفاتك مش مقبولة وبديش أجزم عند الكل أنا، بس غالبا إنه في تقبل غير مشروط للأطفال، في حب اللي هو غير مشروط لتصرفاتهن. هذا الإشي كثير بعزز المعنويات وبعزز الثقة بالنفس والنظرة الذاتية. فكثير كمان مهم ننتبه إنه كمان وجود الأطفال في حياة أجدادهن بيوطد العلاقة بين الأهل وبين الأجداد، بقربهن من بعض، فرصة يجوا يقعدوا يتخرفوا. كمان الوقت اللي بيقضوه الأطفال الصغار مع الأجداد هو وقت فيه جودة، حكيتي بنلعب على السجادة بقعدوا، هذا الوقت اللي بخدوه وقت حر اللي مش كثير الأهل معن وقت يعطوه لأولادهم، لأنه الأهل كثير مشغولين في الصراع مع الحياة، في شغلهن، في العلاقات الاجتماعية، في الوضع العام اللي عم بعيشوا فيه، وفي حالة توتر، في مراكضة عم بعيشوها الأهالي عشان يقدروا يلبوا احتياجات البيت واحتياجات الأولاد. الأجداد ما عندهم هذا التوتر، ما عندهم هذا الصراع، هن كثير بيكونوا هادين ورايقين، لا عندهم شغل ولا عندهم جلسات عمل ولا عندهم تضايقوا اليوم بالشغل من مديرهن أو من حدا زميل لإلهن، فهن أكثر بيكونوا هادين ومترويين، وتعاملهن مع أي تصرف من الأولاد فيه كثير حكمة وتروي. صح. صح.
هن كل الوقت الحضن الدافي اللي عم بعطي تفهم وحنان وعاطفة وزي ما قلتي مداعبة. طب دكتور بس في شغلة للي حكاها انه كمان الاطفال كثير اذكياء، الاطفال بيعرفوا من مين ياخذوا اللي بدهم اياه وبيعرفوا كيف يستغلوا. يعني عليك كيف يستغلوا يعني انا اسا بعرف هذا الاشي بدي اياه واهلي بدنش، فبروح للتيتا او لسيدي وستي واعطوني اياه قدام اهلي، فاهلي ما في مجال يقولوا لا لانه ستي وسيدي هن بدي يدافعوا عني. صح. فاللي عم بقوله إنه الأطفال أذكياء وبيعرفوا كيف يأخذوا حاجتهن. اللي كثير مهم إنه الأهل ما يخضعوا لهاي المصيدة والمكيدة تاعت الأولاد وما يفوتوا بنقاشات مع أهلهن مع أجدادهن أو العكس هو الصحيح قدام الأولاد، لأنه العلاقة كثير مهمة تضلها في احترام. وين الخراف يكون وين الحوار مع الأولاد في البيت لما إحنا بنكون قاعدين معهن إنه اللي عملته مش مقبول علي، أنا ما بقبلش تتصرف هيك، وانت بتعرف انه احنا في البيت في الاشياء اللي هي مسموحه لهون. مين عم بحكي مع مين؟ الوالدين الاهل الاب والام بيحكوا مع ابنهن. يعني احنا بدنا نعلم ابننا يميز في بيتنا في انظمه معينه، احيانا برا ممكن هاي الانظمه تنكسر احنا بنتغاضى عنها. صح. بس احنا بنرجع للخط الصحيح اللي احنا ربينا فيه في قلب البيت. لما الاهل بحسوا كمان انه الاهل عم بعرق له عمليه التربيه موضوع حساس، كيف بدك تطلب من الأجداد هيك إشي؟ يعني أول إشي بدي أقول لك إنه فيش أجداد اللي بدنش مصلحة أولادهن، فيش أجداد ما بحبوش أطفال أحفادهن، كل الأجداد بحبوا أحفادهن، بس طريقتهن بالتعبير عن الحب يمكن تكون غلط، يمكن تكون خاطئة. في أهل اللي ممكن بيجوا بيحكوا مع أهلهن مع الأجداد، يعني بيحكوا لهن إنه اللي عم تعمله مثلاً ممكن يسبب لنا كذا وكذا، يا ريت لو تجرب تغير، بفضلش نعمل هيك لأنه تصرفات الولد عم بتكون بشكل سيء في قلب البيت، عم بيستغل هذا الإشي بمحلات غلط. فإحنا لما منيجي منحكي بلغة التفاهم ولغة كثير حكيمة وفيها احترام للشخص اللي عقبالنا، شوي شوي ممكن يبدأ يغيره الأجداد ويبدو يلاقموا حالهن للعصر تبعنا وين إحنا عايشين. بس إذا إحنا حسينا إنه كمان بأسلوب الحوار والحكي واستعملنا الحكم وما زبط معانا، فإحنا ممكن نحدد أوقات التمضية الوقت أولادنا عند أجدادهم. حلو. يعني كمان ممكن نعمل معادلة، يعني في معادلة بتربي كل الجهات. دكتور بدنا قبل الختام من حضرتك نصيحة للجدات والأجداد اللي بيحضرونا وهن كتار، الله يعطيهن الصحة ويضلن دايما نبع الحنان والعطاء، وكمان بالمقابل نصيحة واحدة للأم والأب كيف نتفهم بعض ونوصل لهي المعادلة اللي تضل مصلحة الطفل هي يعني مركز حديثنا، بس كمان نسمح بشوية دلع ودلال بيطلع لهم زي ما قلت. مش عاطل هيك توجهي للأجداد والجدات، بقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، أنتوا الخير والبركة وتضلكوا هيك منورين حياة أولادنا وحياتنا كمان، لأنه إحنا بناخد القوة منهن. وجودهن كثير بعطينا هيك قوة ومعرفة وكمان خبرة اللي إحنا بنتعلمها، وأحيانا حتى لو بنصل لأعلى الشهادات في مرات إحنا بنغلط وبحاجة لهذا التوجيه. كلمتي كمان لإلهن إنه قديش بيقدروا ينتبهوا إنه يحافظوا على علاقة طيبة مع أولادهن، لا تخسر الحماك نتها ولا تخسر بنتها أو ابنها. صحيح. والعكس هو صحيح، ويكون في هذا الاحترام والحيز الشخصي لكل واحد ونحترم رغبات بعض، وتمتعوا وعيشوا حياتكم مع أحفادكم. يعني وكلمتي للوالدين، أنا كثير مهم الوالدين نفهم إنه السلطة تختلف، سلطة الوالدين عن سلطة الأحفاد. الوالدين السلطة تبعتهن نابعة من معايير من اجتماعيات من قوانين، بينما سلطة الأجداد هي نابعة من محل فيه عاطفة. صحيح. فيه توجيه وفيه استشارة. منلاقي أولادنا أنا ست بتفهم علي، أنت بتفهميش علي. ست بتسمعني، أنت بتسمعينيش. فهني كمان هاي العاطفة والاستشارة أولادنا بحاجة لإلها. فالله يديم الكل، وكثير مهم للوالدين أنه استعملوا الحكمة والمنطق والاحترام وما حدا يخسر أهله. بس هذا اللي بقوله. إن شاء الله. أمين. شكراً لحضورك معنا دكتور سهراب. شكراً لأنه كنت شريكي في طرح هذا الموضوع طبعاً. اللي كلنا واجهناه ويمكن رح نواجهه في قبعة الأم والأب كمان في المستقبل، فنسمع هاي النصائح. شكراً لك. شكراً لك. والمحور الثاني من خليلة يوم تاني بكل تأكيد. أكيد. توبيخ الأجداد لأبنائهم أمام أحفادهم. أكيد. هذا محور كلياً غير. أما الآن رح نشوف هذا التقرير، نتحدث عن ابتكار جديد، هذه اللاصقة الإلكترونية الذكية، ورح نكمل بعدها. منتابع.
ابتكار طبي فريد وإنجاز لا نظير له. بهذا الوصف ترى المجموعة البحثية تحت إشراف البروفيسور حسام حايك هذه اللاصقة الإلكترونية التي تستطيع تشخيص الخصائص الفيزيولوجية للإنسان وحالته الصحية، اختراع جاء تكليلا لجهود طالب الدكتوراه ابن مدينة شفا عمر محمد خطيب. بالبداية كان هذا موضوع بحث الدكتوراه تبعتي اللي فيه كان الهدف تطوير مجسات ولاصقات حديثة اللي عندها صفات شبيهة بجلد الإنسان، والهدف منها لقدام هو عدة استعمالات منها تشخيص أمراض أو الجلد الإلكتروني للأعضاء الاصطناعية. هذا كانت البداية الفكرة، ومن هناك بلشت أطور في الإشي وتوصلت في الآخر اللاصقة اللي عندها قدرة إنه تكشف عن عدة مؤشرات مثل منها درجة الحرارة، الرطوبة أو المواد اللي بتنفرز من الجسم. تتميز هذه اللاصقة الإلكترونية عدا عن كافة خصائصها الأخرى بقدرتها على تصليح ذاتها في حال حدوث أي خلل أو ضرر، فيما يأمل مبتكرها أن تتطور مستقبلا لتشمل أمراضا عديدة وأوبئة أخرى. الهدف من هاي اللاصقات بالمستقبل انه نصير نحطها على الجليد وعن طريقها نقدر نكشف شو المواد اللي بتنفرز من الجسم، شو درجات الحرارة، الرطوبة، وعن طريق جمع كل هاي المؤشرات مع بعض احنا بنقدر نعرف شو وضع الجسم الصحي او شو هذا الانسان عم بمره من ناحية امراض مثلا. هذا الابتكار الفريد من نوعه هو مؤشر واضح على تبلور جيل علمي عربي ناشئ في البلاد، فبالإنجاز تلو الآخر تطول القائمة ومعها تتحقق النجاحات والإنجازات التي تعتبر خير ممثل عن المواطنين العرب في الداخل بين نظرائهم في العالم. ألف مبروك على هذا الابتكار الذكي، يعطيكم ألف عافية. وبخصوص هذا الموضوع بنضم لنا عبر خدمة سكايب بروفيسور حسام حايك العالم والباحث والمبتكر في مجال إلكترونيات الجزئية. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك بروفيسور. يعني ابتكارات مبشرة بالخير، ابتكارات بتخلينا نرفع راسنا بفريق الأبحاث اللي عم بيكون من أبناء مجتمعنا بقيادة وإرشاد وإشراف حضرتك في معهد العلوم التطبيقية التخنيون. إضافي إلى ما جاء في التقرير بروفيسور بإذنك، نحكي تفاصيل إضافية عن أهمية هذا الابتكار اللاصقة الإلكترونية الذكية. طبعا احنا بنحكي على موضوع تطوير مواد حديثة مبنية على أسس نانو تكنولوجية، يعني أسس اللي تعمل على أبعاد اللي هي أقل من قطر الشعرة بحوالي 100,000 مرة. هدف هاي اللاصقات الإلكترونية إنها توضع على الجسم كوشم اللي بنسميه بلغتنا العامية أكثر كتاتو، عشان تساهم بالكشف عن مؤشرات فيزيولوجية في جسم الإنسان عن طريق الجلد وبشكل غير اجتياحي. والقصد بشكل غير اجتياحي أنه بدون وخزة إبرة أو بدون الحاجة لعملية جراحية أو حتى مرات بدون ما الواحد يأخذ دواء معين لتشخيص مرض. وهون هاي اللاصقة بتمكن تشخيص عدة عوامل منها درجة الحرارة عن طريق الجلد، الرطوبة، ومؤشرات بيوكيميائية اللي هي مرتبطة بأمراض معينة مثل مرض السل أو في المستقبل القريب مرض السكري وأمراض الضغط النفسي. هاي المواد اللي طورناها احنا سويناها بشكل لاصقة اللي السمك تبعها هي مع يعادل 2 ميكرومتر، يعني أقل من قطر الشعر بحوالي 10 مرات ل 100 مرة اللي نوضعها على الجسم واللي ممكن تضلها على الجسم لمدة طويلة كتير بسبب وجود صفة اللي احنا بنسميها صفة الالتئام أو الشفاء الذاتي، بشكل انه إذا ما قطعت أو ضررت ميكانيكيا بتصلح حالها بحالها، مثل ما جلد الإنسان بصلح حاله بحاله وقت ما بصير في عملية خدش معين في الجلد. بروفيسور، هذه البيانات إلى أين تبث؟ كيف نقرأ هذه المعلومات ومن يقرأ المعلومات؟ ومين بخبرنا بالنتائج لنطور ونعيش في حياة سليمة أفضل؟
هاي اللاصقات هي لاصقات مستقلة وتعمل بشكل ذاتي، بشكل إنها بتأخذ المؤشرات الكيميائية عن طريق الجلد أو المؤشرات الفيزيولوجية، بتحول هاي المؤشرات لعوامل رقمية اللي ممكن إحنا نبثها بواسطة أجهزة دقيقة اللي بنحطها هناك على الجهاز زي البلوتوث أو الواي فاي أو الـ RFID الموجودات اليوم بغالبية الأجهزة اللي بنستعملها في حياتنا اليومية، نعم. على جهاز خليوي حكيم أو على جهاز ذكي موجود بحوزتنا، نعم. مثل الآيباد أو الساعة الذكية وإلى ما ذلك، وهيك في بكون عندنا سهولة الاستعمال. فاليوم الهدف الكبير من وراء هاي اللاصقة إنها توصل ما بين جسم الإنسان وخواص الصحة الموجودة هناك وما بين الأجهزة الذكية الموجودة بحوزتنا. بالإضافة إلى ذلك، الهدف اليوم إنه هدول المعلومات تمرر عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى مراكز الصحة أو إلى الطبيب الشخصي اللي بيقدر يراقبنا عن بعد، ومن هناك إذا كان في خطر على حياة الإنسان أو في بداية لتطور مرض في جسمه، فهاي الطبيب ساعتها بأخذ الإجراءات اللازمة وبيستدعي صاحب اللاصقة لإكمال الفحوصات أو لتلقي العلاج. فهنا الهدف من هاي اللاصقة كمان مرة مش بس إنها تحمي جسمنا وتكشف عن المرض بشكل مبكر، إنما كمان بتساعد الجهاز الطبي والأطباء إنه يكونوا مكشوفين أكبر عدد من المرضى بدون ما المرضى يروحوا بشكل شخصي عندنا على العيادة. روعة. بروفيسور، متى رح يكون بين الجمهور العام، على كم سنة بنتحدث أو أشهر؟ كما ذكر في التقرير، إحنا بنحكي على مشروع وابتكار لما زال قيد البحث في يعني إنجازات جدا مبشرة بالخير، اللي هي تعد الأولى من نوعها في العالم، نعم. ولكن هناك بعد في مرحلة معينة من البحث اللي بدها تستغرق كمان أكم من سنة، وبعد هذول كمان أكم من سنة في عنا كمان مرحلة عشان نطلعها كشكل منتوج عن طريق شركات، طبعا. يعني دائما ككل جهاز طبي موجود اليوم في العالم اللي بدنا ننقله من مرحلة البحث لمرحلة المنتج، هناك عنا سنوات عديدة، خاصة إيش إحنا مسميه regulation، أكثر التصريحات المفروض الواحد يأخذها من وزارات الصحة المختلفة حول العالم، نعم. ولكن كما مرة عن طريق البحث اليوم هاي اللاصقات موجودة، نعم. بروفيسور، بإذنك، بما أنه يعني عم نحكي على هذا الابتكار، ومثل ما ذكرنا طالب دكتوراه من فريق الباحثين تحت إشرافك في معهد العلوم التطبيقية التخنيون، بهمني نحكي قديش اليوم بمجتمعنا عم بيكون في اهتمام بداية بالبحث العلمي، ثانيا في هذا المجال، وثالثا يعني أيضا عم نشوف أمور كتير مبشرة بالخير، ويعني احتفيتوا بنحو 17 طالب بدرجات التميز العلمي من أيام معدودة فقط في التخنيون، يعني وصول طالب إلى معدل ما بين 88 إلى 99، هذا الشيء يعكس يعني تميزه العلمي وتفوقه بدون أدنى شك. أكبر سعادة في حياتي المهنية اليوم أشوف أن الطلاب المتميزين اللي قاعدين بقودوا أفكار خارج الصندوق، وكمان عندهم مساهمات وإنجازات لا تعقل. قبل 10 سنوات حوالي لما انضميت لمعهد العلوم التطبيقية، كنا نعد الطلاب المتميزين علمياً وأكاديمياً على كفة إيد واحدة تقريباً. اليوم هنا أكثر من 200 طالب فقط في معهد العلوم التطبيقية اللي هن متميزين، بأخذوا يعني اللي حنسميه باللغة العبرية هيتستاينوت أو امتياز، مرات امتياز فوق العادي اللي هي من معدلات 90 إلى 99. ولما أنا بحكي على هيك معدلات، هاي مش إشي بالسهل واحد بحصل عليه، وإذا ما دل فهو بدل على النوعية العالية والقدرات الذهنية الموجودة عند أبناء مجتمعنا من الجيل الصاعد. قبل فترة وزعنا حوالي 17 جائزة على طلاب وطالبات، 50% منهم صبايا و 50% منهم شباب، اللي هو أمر كتير مبشر بالخير وكتير جميل. المعدلات بالفعل كيف ذكرت بين 88 إلى 99 في أصعب المواضيع العلمية اللي بتعلموها في التخنو، مثل هندسة الكهرباء وعلوم الحاسوب وهندسة الكيمياء وإلى ما ذلك. ولكن التميز الأكاديمي هو فقط قسم من الموضوع اللي قاعدين بنشوفه إسا. قاعدين شوي شوي قاعدين بنشوف أكثر طلاب بروح على مجال البحث ومجال الابتكارات، وهاي هو عنصر تاني اليوم في التميز الموجود عندنا بالمجتمع، زي الشاب اللي طور هاي اللاصقة في فريق أبحاثي محمد خطيب،
اللي هو مش ممتاز فقط أكاديميا، اللي خلص كمان بمعدلات بالتسعين وأعلى، إنما هو متميز بحثيا. والأجمل من ذلك بنظري إنه إلى جانب هذول العنصرين عنده تميز اجتماعي، يعني عنده عين على العلم وعين على المجتمع، بحب يساهم اجتماعيا، وهي من أجمل وأروع الصفات الممكن نلاقيها عند طلابنا. ولسعادة اليوم بقدر أقول إنه محمد هو مثال ممتاز للطالب المتميز في جميع المراحل، ولكن كمان بنلاقي كمان شباب وصبايا اللي بخطوا هاي الخطوات، وإحنا عنا ككادر أكاديمي موجود في الجامعات فقط منشجع ومنحث ومنفتح الفرص أمام هذولا المواهب الأكاديمية البحثية، وإن شاء الله نلاقيهم في أعلى المراتب إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في النهائي ما قبل الختام بدورنا بنحب نشكر ونصبحه بالخير لمحمد، شكرا نحكي له على هذا الابتكار، شكرا على هذا الجهد وأيضا جهدكو الخاص بروفيسور. ولابد نحكي لك أنه بسعدنا وأكثر من بسعدنا نعرف وتطلعنا إذا في أبحاث وابتكارات جديدة عند حضرتك مستقبلي طبعا. أكيد بالسرور. شكرا جزيلا. شكرا بروفيسور حسام حايك، كنت معنا في هذا الصباح. وأكيد يعني بروفيسور حسام قامي نعتز بانتماء لمجتمعنا، عم نحكي على مئات الجوائز العالمية اللي حصدها وبراءات اختراع في هذا المجال. وكمان كتير مهم دوريد كل موضوع يعني الإشراف على الباحثين الشباب في صحيح. مجتمعنا العربي صحيح. طلاب الدكتوراه والألقاب العليا لحتى نحثا ونمكنا ونشوف على نماذج بروفيسور حايك أكثر من شخص طبعا. وبكل تأكيد رح نكمل تواصلنا مع بروفيسور حسام حايك، نعرف في المستجدات والابتكارات وإحنا الجديدة. وإحنا كمان بدنا نوه للمشاهدين عن التميز العلمي لل 17 طالب وطالبة في التخنيون. صحيح. كمان مجهزين فقرة مستقبلية إن شاء الله نقدر نستضيفهم كلنا لنحتفي فيهم بصباحنا غير. طبعا بكل تأكيد. والتقارب بين الثقافات، نتحدث عن متحف للتقريب بين الثقافة الروسية والفلسطينية، حتى نتابع هذا التقرير. المتحف عملياً قديم كثير من الفترة اللي قدروا الروس فيها يتملكوا قطعة الأرض هاي أواخر الدولة العثمانية بالضبط سنة 1883، لأنه هم بيعرفوا نتاج عمليات التنقيب على الآثار إنه في قطعة الأرض في موقع أثري قديم. طبعا هدف إقامة المتحف باعتباره نوع من التقارب ثقافيا ما بين الشعبين الروسي والفلسطيني. في الحلو بفكرته كمان تقريبا مقسوم جزئين، الجزء الأول هو بيحكي جزء من تاريخ روسيا بفلسطين وخصوصا عن الحجاج المسيحيين اللي كانوا أواخر الدولة العثمانية يعني نهاية القرن 19 بداية العشرين، كمسيحيين أكيد المكان الوحيد للحج لهم من ناحية دينية اللي هو فلسطين، فكانت مجموعات كبيرة من هدول الحجاج الروس يزوروا فلسطين بهديك الفترة. هذا الموثق كله بالصور خلال رحلاتهم الدينية، والحلو كمان بالصور في مدن مختلفة في فلسطين، لأنه رحلتهم الدينية كانت تتخلل كثير من المدن الفلسطينية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. الجزء الثاني طبعاً أقدم بكثير، وهذا إحنا اللي بنعتبره جزء من تاريخ فلسطين بشكل عام بغض النظر على الحضارة اللي بنات وعمرات. الحلو بالفكرة كل إشي الزائر للمتحف اللي بيشوفه هو نتاج عمليات التنقيب بنفس قطعة الأرض، يعني عملياً كل المعروض في المتحف كله من عمليات التنقيب على الآثار في نفس القطعة، يعني ما في أي قطعة من برا. والحلو كمان لكم موجودات يعني تتعلق بحضارات مختلفة، يعني تخيلوا في ثلاث حضارات متعاقبة اللي هي الروماني والبيزنطي والفترات الإسلامية المبكرة، فكثير ممتع يشوف الواحد على الواقع شو النتاج عمليات التنقيب، وكمان بيقدر الزائر كمان يشوف الموقع الأثري في نفس المتحف في الحديقة عندنا طبعا الموقع اللي عملوا تنقيبات أثرية فيه. طبعا الحديقة كمان قطعة الأرض مش صغيرة، تقريبا هي 11 دونم، فقدروا على أساس يكون نوعا ما برضو مقبول للزائرين، بيقدروا بعد ما يشوفوا الموقع الأثري ويتوجهوا لشجرة الجميز بالحديقة. والحديقة كمان عندنا كثير جميلة كثير، لأنه هي كلها خضراء، أرضياتها خضراء، فيها تنوع في الأشجار المثمرة، الحمضيات، اللوزيات، جزء منها كبير في شجر زيتون قديم كثير، شجر روماني،
فالحديقة فيها تنوع نباتي تقريبا من أكثر من دولة فيها تنوع كثير بالخضار. وهذا التواصل الثقافي الروسي الفلسطيني لابد أنه يكون مثل هيك تواصل وتشبيك بين عدة ثقافات على مستوى العالم. اللي بتهتم بإيصال يعني هذا المستوى الثقافي طبعاً. أو المشهد الثقافي والتواصل المهم. أما الآن موضوع إله خص إله دخل طبعاً. في الثقافي طبعاً. وهو إنتاج جديد ومتحدث عن سلمى وسري، هو إنتاج فلسطيني جديد. رح نحكي مع الممثل يارا جرار. صباح الخير لإلك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي، مبروك هذا المسلسل. شكرا. متحمسة ولا كيف؟ طبعاً. طبعاً تعبنا كتير على هذا المشروع يعني. يعطيك العافية. رح نسمع منك كتير 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 قصة تفاصيل، لكن بالبداية كيف تطور هذا المشروع؟ من وين طلعت الفكرة؟ الفكرة طلعت فيها جمعية مؤسسة أوكسفام اللي هي مؤسسة عالمية اللي عندها مشاريع مثل هيك برا البلد بدول مثل مصر وتونس. فمشاريع إديوتينمنت اللي هي بتدمج بين الفن والتعليم على أساس تحدث تغيير اللي يكون صحي للمجتمع. فمن غد أجت الفكرة بأنه لازم وضروري ينعمل مشروع مثل هيك كمان بفلسطين. أوكي. هلا. فبالبداية توجهوا لجمعية أرتلاب اللي هي موجودة بالقدس الشرقية عشان على أساس ينتجوا المشروع، وبعد هيك توجهوا لطلاب ولمجموعات شبابية من القدس على أساس يسألوهم شو هي المشاكل اللي بيعانوا منها أو شو هي المواضيع اللي حابين إنه ينحكى عنها بالمسلسل. وبالتالي على هاي المواضيع انبنى فكرة المسلسل أو تسلسل الأحداث بالمسلسل. عم نحكي عن القدس وبرضه وبنفس الوقت التفكير النمطي أو العادات النمطية. زي إيش عم نحكي يارا؟ مثل إيش يعني كمضامين؟ أبرز موضوع هو موضوع الجواز المبكر اللي كتير نحكى عليه، يعني الشباب حكت عنه. شباب كتير شباب بالقدس الأهالي بيضغطوا عليها بأنهم يتجوزوا بكير وهم مش جاهزين، وكتير بنات للأسف بكون بدها تكمل تعليمها وتروح على الجامعات، فكمان الأهل ما بشجعوا هذا الاشي او ما بتقبلوا هالفكرة. مواضيع كتير لها علاقة بالامور اللي احنا بنعيشها ومنمر. يا رأي انت سلمى، احنا بنفهم طبعا انت سلمى. مين شخصية سري؟ نور مغربة. ام دور تحب نصبح على نور مغربة؟ صباح الخير نور. نور صباح الخير. اهلا اهلا فيك الممثل نور مغربة. وين موجود حاليا انت؟ حاليا موجود في منزل صغير بيافا. بيافا. تحية لك. على أهل يافا صباح الخير كمان من صبح، ولإلك يعطيك ألف عافية. ويارا معنا كمان بتصبح عليك وتحكي لنا شوي. بصبح ونور تحكي لنا شوي صغيرة عن دورك، هيك أعطتنا نبذة يارا شوي، لكن نسمع عن هذا المسلسل منك وعن دورك بعد هيك. أول شيء مرحبا دوريد، مرحبا عفاف. أهلا فيك. مرحبا أحلى يارا. سري هو شاب عادي، شاب اللي بيشتغل مع أبوه، أمه راضية عنه، فهو بده يطيع أمه بدها تجوزه، بس هي بدها تختار له البنت اللي زي ما تقول هي بتحبها. أوكي. وهي مش شرط يعني انه انا احب نفس او ساري يحب نفس البنت اللي امه بتحبها. صح. فبتدور على بنات، وكانت تدور على بنات اللي هي 16 و17 و18 اللي انت يمك كبرها وانت تعلمها وانت هيك. فبالاخر انا بشوف في قسم من المسلسل في الحبكه بشوف سلمى بالصدفه، فبروح عند امي بقول لها يما انا شفت حب حياتي فانا بدي اتجوز، فهي بتنفستش لأنه هي كانت بدها جيجي. جيجي هي البنت اللي عرفت تضحك على أمي وبتعرف تطبخ وعندها مناكير وبتدلعوا لأمي وهيك وهاي.
سرحنا ياري عم تحكي لنا نقطة بالزبط. مهمة إنه بالبداية كانت المفروض هي تمثل دور جيجي، بس ظاهر إنه قدرك ونصيبك ياري إنه بالآخر هي تعمل دور سلمى. نور بدي أسألك، يعني أنت حكيت لنا عن تفاصيل الشخصية، حكيت لنا شوي كمان عن أحداث المسلسل، إذا نحكي على الدراما الفلسطينية يعني بتوقع بعدها بأول خطواتها، وهي واحدة من التجارب اللي عن جد بنتمنى جدا إنها تعمل علامة فارقة. احكي لي عن رأيك، عن توقعاتك، شو بتفكر قديش رح يكون تفاعل الناس مع هاي الدراما اللي كيف ما عم تحكي انت ويارا كتير تفاصيلها وقضاياها إلها علاقة في حياتنا، حياة كل واحد فينا هون. يمكن شهادتي مجروحة لأنه احنا اللي مثلنا، فأنا بعرفش أحدد هل راح ينجح جماهيريا كتير ولا لا، بس اللي بعرفه أنه المنتج اللي عنا هو منتج حقيقي بعكس قسم كبير أو الأغلب من المجتمع المقدسي خاصة كأعمال دراما. نرجع للاحتلال، الاحتلال خنقنا، ولما الاحتلال يخنق فالأشياء الأساسية تنخنق، مثل الشغل والعمار والدكتور. فتخيل يا عفاف الفن، فالفن آخر إشي، فالفن عندنا كتير ضعيف وكتير ناقصه. عندنا تجارب، عندنا مسرحيين لا يوجد مسرح، عندنا يعني فيش أطر، فيش إطار. صحيح. وهذا أول يعني أول مسلسل بنعمل، والجميل فيه إنه راح ينزل على اليوتيوب أونلاين مرة واحدة. نور خلينا نفهم شغلي، إحنا مش راح يكون في دور سينما، مش سينما، راح يكون في تلفزيون معين. اخدرنا نبيعه لتلفزيون ولا فقط نتحدث على يوتيوب؟ بدناش نبيعه لتلفزيون، هي فكرة الجمعية، في جمعية غير ربحية، فقط يكون أونلاين. عم نحكي كمان كل الناس تقدر تحضره كمان، يكون فهو منتج توعوي أكثر، وهو منتج اللي موجه لمن جيل نقدر نقول 14 سنة ل 25 سنة. هو موجه بأكثر من رسالة، كيف ما تفضلت حكت يارا عن الزواج المبكر، كيف الناس بتضيع وقتها، كيف أنت يا بنت أو يا شاب في القدس إذا أنت عندك حلم ضلك وراه وخانق عليه، صدقني رح يعني راح تاخده بالأول والأخير. طيب إذا نور... أنت عن جد كنت متمسك فيه. رائع. نور إحنا بدناش نحرق كتير تفاصيل، بس عندي فضول أسألك في مشهد معين اللي أنت على مستوى توقع، عندك توقع أنه هذا عن جد رح يأخذ اهتمام لأنه بحاكي شريحة كتير كبيرة من أبناء مجتمعنا؟ أنتوا لحد إسا كل القضايا اللي حكيتوا عنها عن جد بتخص كل واحد فينا، بس توقع لمشهد معين، لموقف معين اللي بتفكر أنه هو واحد من المشاهد القوية؟ بفكر في الحبكة بين ساري وسلمى. بيصير في مشكلة، بدناش نحرق كثير، بس بنص المشكلة بالسي تبعها ساري بضرب سلمى كف. يا لا يا نور، احنا ضد العنف بكل اشكال، مش انت يا ساري، بدنا نعتب على ساري. طيب تتوقع انه هذا المشهد يكون له هيك وقع؟ سنسمع من يارا كمان. فساعتها بصور غاد تغيرات كتير كبيرة، وعلى فكرة للأحسن. صح، هو الكف عاطل، بس جاب للأحسن وخلى ساري يصحى، خلى ساري يصحى على حاله بعد ما ضربها كف، يفكر ليش كيف. مش أنا اللي ضربتها كف، مش ساري اللي ضربها كف، المجتمع ضربها كف، هي ساري. حبيت كل هاي التعبير المجازي اللي هي صار كف نفسه، احنا عم نصور كان بوجع الصراحه يعني، نور اسم الله عليه يعني دخن الله يسامحك يا نور. الله يسامحك. خبط كف عن جد؟ خبط كف عن جد؟ هيك بتساوي يا نور؟ والله هي بلدي انا، شو اعمل. لا سلامتك. اوكي نور مغربي جزيل، الشكر لك، المره الجايه في استوديوهاتنا بتكون وراح نكون من اول المتابعين، بس نرجع للكف طبعا. يلا عن جد ضرب الكف. وعن جد بجد يعني، وتوجعتي. حرام، هو ما كانش قصده يعني، بس توجعت. السياق الدرامي يا جماعة، السياق الدرامي خلاص. لأي درجة يارا بتشوف الزواج المبكر وأيضا قضية العنف حواليك، كونك أنت يافوية الأصل وأنت بتتنقلي بين يافا، حيفا، القدس ورام الله، لأي درجة بتشهدي هذا، هاي المشاهد، مش هذا المشهد بالحياة الواقعية؟ كتير بيافا يعني،
آخر كم سنة عملنا كتير مظاهرات على هذا الموضوع، يعني موضوع العنف ضد المرأة، ومع هيك الإشي مش عم بيوقف يعني. بشوفه كتير يعني، خصوصاً بيافا بكل المجتمع العربي يعني. آخر سنة سمعنا عن كتير قصص يعني. وبتشوفي من وراء هذا المسلسل راح يحدث تغيير؟ بتتوقعي في توجه مختلف؟ بتأمل توجه جديد، كمان الطاقم اللي اشتغل كله شباب اللي وصبايا جداً موهوبين اللي كانوا جايين ومخدين الموضوع بجدية عشان نقدر يعني ننهي هذا العمل. وكمان شباب وصبايا القدس يحضروا، اللي هن كانوا الوحي لهذا المسلسل يعني. أهل القدس يعني هن المسلسل، هم سري وهم سلمى الشريكين. المسلسل جاي منهم ولإلهم. يارا، قديش برأيك سلمى بتشبه كتير صبايا بنات ببلادنا هون، مش بس بالقدس، سلمى بكل المراحل اللي عاشتها بالمسلسل؟ كل المجتمع العربي في زي سلمى يعني. ممكن نقول بكل بيت بمجتمعنا في بيت. سلمى كلنا سلمى. أنا سلمى كنت يعني بجيل 16 كنت سلمى بجيل 16. سلمى إيش عمرها في المسلسل؟ 17 بتكون عم تنهي الثانوية. احكي لنا عن شخصية سلمى شوية صغيرة هيك. سلمى بداية المسلسل تكون 17 سنة وعم تنهي الثانوية، عم تقدم كل امتحانات التوجيهي وهيك. وهي بنت اللي تربت بدون أب، ربيت مع أمها وستها. فهذا الإشي كان دايماً يزيد ضغط على الأم بإنها تسرع سلمى تتجوز عشان بدها تحميها من المجتمع أو من حكي الناس. وسلمى ما بتكونش بهذا المحل، سلمى عندها إشي واحد براسها اللي هو التصوير، الحب الكبير والشغف لهذا المجال. وهي طول الوقت بتكون موجودة بصراع بإنها تقنع أمها إنه تشجعها وتآمن فيها وتوقف معها عشان تحقق حلمها. أوردي من الشغلات اللي حكيتيها سلمى بتشبهنا كلنا. عن جد في شي مرحلة من حياتنا صحيح. أمور من اللي سلمى واجهتها. بنفع أسألك نفس السؤال اللي سألته لنور، يعني في مشهد معين أنت من وجهة نظرك حاسي إنه هذا رح بس أمشي بالشارع الناس يقولوا لي هذا المشهد وأثر فينا وحسينا إنه كلنا مرقنا هيك إشي؟ في مشهد اللي كل بنت بعرفش قد قوي، بس كل بنت مرأته اللي سلمى وصاحبتها بكونوا مرآت تصور عند الباب الجديد تخيل بالقدس، بكونوا نزلات غاد على هاي. وواحد من الشباب من شلة ساري بتحركش فيهم وعلى بقولها شو هذا غادة يسعد لي الكنفوش وهاي. فيش صبية مرأت هاي يعني كل يوم اليوم نازل تحت البيت يعني بيافة، فيش دقيقتين ولا هو واحد جاي يحكي معي بعرفش ايش بده يعني. فكل وقت نمرق هاي الاشياء. هاي سلمى بكل الاحتيات كل الدور. والله تحية له دانيال رائع. طبعا بدي اتعلم المصطلح ماله الكنفوش ايش انه على اساس الشعر لا بعرف ايش شو المصطلح. هلا شو هذا يا غاده يسعد لي هالكنفوش. اوكي مره ايش حابه تصير تبلش تستعمليها انت؟ لا انت بدك تعكسي يعني بس بدك تكنفش شعرك. ما هو لازم اكنفش شعري عشان يقولوا الكنفوش. طيب بدنا نحكي شوي صغيره عن ما وراء الكواليس. بدي تخبرينا يعني هل في نهفات حلوة صارت؟ هل في صعوبات واجهتوها على مستوى الإنتاج الإبداعي هذا كتصوير كإنتاج كإخراج؟ احكينا شوي شو صار وراء الكاميرات. كان نبدأ من الصعوبات. أوكي. كان في كتير صعوبات تصوير هذا المسلسل، لأنه المسلسل تصور بالقدس وبعدة مناطق بالضفة، مناطق اللي فيها تواجد للجيش كانوا يتدخلوا فيكو. فكان في مشهد اللي كنا عم نصور، كنا بنص المشهد عم نصور نص النهار يعني، و70% من المشهد موجود. ففجأة أجا علينا الجيش وطلبوا بأنه نوقف التصوير بحجة أنه الجدار الفاصل مبين بالخلفية. طيب وممنوع يعني؟ يعني فاضطرينا نوقف بالنص وننتقل لمحل تاني. هذا المشهد الجيش اللي بيستفز بأهل البلد، مشهد اللي تكرر كتير اللي كنا نشوفه طول الوقت وإحنا نصور.
فنفس الاشي كان في يوم اللي كنا عم نصور باب العمود وحدنا فيه شباب عم تنهان وعم تتفتش. المستوطنين بالبلد القديمة فجأة بتشوفي مستوطن راكد حامل علم إسرائيل وكأنه المحل أبوه يعني مبلش يغني ويستفز بالناس، فهذا كله صعب علينا كمان وأثر يعني طبعاً أثر علينا طبعاً. وكتير مرات كنا نحس إنه نحس حالنا حرامية يعني نروح نسرق المشهد، مثل المشهد اللي تصور على كولومبيا بتيك واحد اتنين ونروح على السريع هيك على السريع يعني ونكمل المحل الثاني، بس نخاف إنه يجوا أو ياخذوا العدة أو المواد اللي تصورت. فإنه كان في صعوبات، وطبعاً موضوع التمويل شو صار؟ إنتاج فلسطيني، فالميزانية ما كانتش كافية يعني، وهي أزمة التمويل هي أزمة اللي كتير مؤسسات ومشاريع فلسطينية بتعاني منها طبعاً. فهذا الإشي أثر واضطرينا نشتغل ساعات زيادة، وكان في كمان نقص بناس تشتغل بهيك برودكشن ضخم يعني طبعاً. كمان أثر. يعطيكوا ألف عافية عن جد. شكرا. يعني مش هوين مش هين بالمرة. بدنا نعرف وين ترح يكون، وين ترح يطلع على اليوتيوب، وين ترح نبلش يشوفه المشاهد، وكل وين ترح يتم بثه، أسبوعي ولا كيف؟ المسلسل رح ينزل ببداية الربيع شهر 3 عم نحكي يعني؟ بشهر 3. بدكم تعملوا لايك وفولو على الفيسبوك والإنستغرام عشان تكونوا محتلنين وتعرفوا حلو. أخبارنا. وتخيل رح ينزل مرة واحدة كلياته. سلمى وسري روعة. احنا كمان بدورنا بندعي المشاهدين بيعملوا لايك ويتبعوا الصفحة سلمى وسري، هيك اسمها في العربي صحيح، عشان يقدروا يعرفوا وين موعد هذا المسلسل المهم. وأنا بس بدي أشكر طبعاً. شباب وصبايا القدس وأهلي بالقدس اللي واقفين هاي الوقفة الجبارة وصامدين بالرغم من كل هاي الانتهاكات لحقوقهم الأساسية. فبدي أشكركم، المسلسل جاي منكم ولألكم وبتأمل تحبوه. يعطيك العافية يا رب. كل الاحترام لإلك، يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا. يا رب أنا وياها مش زمان، من شهرين خلصنا تصوير، من شهر ونص خلصنا تصوير فيلم سوا، وكانت معنا بالفيلم وعملت دور كتير 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 رائع، دائما بفستان العروس. مبروك على الفيلم، مبروك على المسلسل. يا رجل جرار أجمل فناني، شكرا لإلك. شكرا لإلكم. شكرا على استضافتك. شكرا شكرا. نعم. وبعد الحديث عن الدراما الفلسطينية وهذا المسلسل الجديد، احنا حابين نختتم بفيديو اللي يرسم ابتسامة على وجوه مشاهدينا زي ما عم نعودكم في بعض من ايام اسبوع صباحنا غير. انت مش بتعرف انه انا كان عندي فوبيا من طبعا بعرف عندك فوبيا، استعملت علاج دفعت الاف الشواقل مش مهم قديش. اذا شوف كيف الموضوع كان ممكن ينحل، تعال نتابع، تعال نشوف هذا المقطع. اوكي. هيك لك يعني بكيلو خيار، كان كيلو خيار بتحل مشكلتك. خليه معي وين ما كان. طبعا الخيار علاجت الفوبيا. بس انا مش فاهمه، مش عارف بتفكرها، يمكن بتفكرها حيه او شيء من هالشكل، بتفكرها شيء بخوفها، بتفكرها شيء بخوف. اي شيء بتخاف منه زدت له خياره. هاي نصيحتنا لليوم. الظاهر بس البسس بخافوا من هذا الموضوع. جمعيات رفق الحيوان تزعلوش منا، مش احنا اللي عملنا هذا الفيديو، احنا نقلناه عشان نرسم ابتسامه على وجوهكم. طيب
أوف منيح منيح الضحك روعة. الضحك ومع الضحك الحلوة إحنا وصلنا لختام هذا العدد أكيد. من صباحنا غير تنسوش تتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكمان تتواصلوا معنا بكل تأكيد. بكرة بتجدد موعدنا بنفس التوقيت. تكونوا مناح ومنضلنا متابعين بعض إحنا وإنتوا كمان. صباحنا غير صباح إلى اللقاء غير.